سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نبتدأ ورشتنا اليوم الثالث. إحنا بلشنا باليوم الأول وأخذنا الممارسات التصنيعية الجيدة، وبجوز إحنا شبهنا الموضوع إنه إحنا في عنا ورشة التدريبية الحالية، في عنا أنظمة جودة عمالنا نتعامل فيها. بلشنا بالأساس اللي إحنا كنا بنشتغل عليه، الأساس اللي الكل بيبني عليه في أي نظام جودة، اللي إحنا حكينا أنا بالنسبة لي بشبهه بسط النظافة لأي بيت، اللي هو الجي ام بي والجي اتش بي. وبلشنا نحكي بمكونات الجي ام بي والجي اتش بي، وتعرجنا لاكثر من موضوع في مواضيع الجي ام بي والجي اتش بي. اخذنا موضوع التنظيف والتعقيم، اخذنا موضوع النظافه الشخصيه، اخذنا موضوع البناء، تصميم البناء، الواجهات، الارضيات، الاسقف، اخذنا المعدات، الادوات، أخذنا موضوع التنظيف والتعقيم للأدوات والمعدات، أخذنا موضوع التخلص من الفضلات، التحكم بالحيوانات الناقية للأوبئة. حاولنا هاي المواضيع نغطيها بالممارسات التصنيعية الجيدة والممارسات الصحية الجيدة، واللي احنا قلنا زي ما حكينا انهم هذول عمالنا نتعامل معهم ك يعني كبري ريكوست بروجرام. هيك الأنظمة تعتبرهم، هم يعتبروا بري ريكوست بروجرام لنظام الهسب اللي هو الجي ام بي والجي اتش بي. اللي احنا بنحكي بعد هيك، احنا عملنا بنحكي عن الكور اللي هو يعتبر بري ريكوست بروجرام للايزو 22000 اللي هو نظام الهسب. دخلنا في نظام الهسب وميزنا بين نوعين من انواع المخاطر، ميزنا بين النوع الاول من انواع المخاطر وقلنا عنها مخاطر عامه، والنوع الثاني من أنواع المخاطر وقلنا عنها مخاطر خاصة. والمخاطر العامة قلنا أنه من خلال البرامج قبل التأسيسية اللي هي الجي ام بي والجي اتش بي عمالنا بنصل لدرجة من التحكم بهذه المخاطر، وقلنا أنه في تحكم بالمخاطر الخاصة عن طريق نظام الهسب اللي بيشتغل على موضوع التحكم بالمخاطر الخاصة أثناء العملية التصنيعية. وقلنا أنه الموضوع في النص بينهم، بين المخاطر العامة والمخاطر الخاصة بيجي مخاطر تشغيلية، وقلنا ان عندنا بري ريكوست بروجرام اوبريشنال بري ريكوست بروجرام، ومن ثم بيجي عندنا نظام الهسب بما تمثله نقاط السي سي بيز. فبالتالي احنا عندنا يعني مراحل تقدم بالنسبة ل البري ريكوست بروجرام اوبريشنال بري ريكوست بروجرام، ومن ثم دخلنا بالسي سي بي. حاولت انا شوي اليوم ارجع لبعض المواضيع اللي احنا حكينا عنها، منها موضوع امبارح الدكتور برضو ركز لي على موضوع البلاندو شيك بلاندو اكتشيك، فبالتالي انا ركزت عليها في البرنامج التدريبي تاعي وضفت بعض السلايدات. حكينا عن موضوع البري ريكوست بروجرام والاوبريشنال بري ريكوست بروجرام، فبرضو كمان يعني اخذنا شوي عنهم. حكينا عن فوائد الهسب، وقلنا موضوع الهسب مرتبط هو نظام جوده ونظام وقائي بيعمل على ضبط المخاطر والتحكم بالمخاطر أثناء العملية التصنيعية لغايات الوصول إلى منتج آمن، منتج نهائي آمن، وعماله بعطي ثباتية ضمن مدة الصلاحية الخاصة بالمنتج وضمن ظروف التخزين لهذا المنتج. وقلنا إنه هذا الحكي بيعني إنه في عندك منتج هيكون عندك سليم وآمن ذات ثباتية عالية، بالتالي في عندك كسب لي الزبون، وهذا على المدى البعيد بيعني إنك أنت في النهاية عمالك بتحسن من إيراداتك بشكل أو بآخر. وقلنا أنه تطبيقك لنظام الهسب عماله بسهل عليك عمليات التصدير للمنتجات. قلنا في أكثر من مبدأ من مبادئ التكافؤ اللي بتفرض الدول بين بعضها. قلنا أنه الكودكس أوصى باستخدام نظام الهسب، ولذلك كل الدول من ضمنها إلى منظمة التجارة العالمية تعتبر نظام الهسب هو نظام فعال في التحكم بالمخاطر بالنسبة للمنتجات الغذائية. دخلنا شوي وعرجنا على أنواع المخاطر وحددنا أنواع المخاطر فيزيائية وكيميائية وحساسية وجرثومية، وحكينا عن الظروف الملائمة لتضاعف البكتيريا بأربع عوامل: حرارة، وقت، وطول طعام. بجوز ملخصهم أنه في موضوع الحرارة أن البكتيريا دائما بتحب تكون ضمن منطقة الخطر أو الدينجر زون حتى يكون في عندها ملتبليكيشن أكثر، وإنه دائما البكتيريا في ضمن منطقة البرودة أو ضمن منطقة الحرارة العالية بتكون في مأمن وفي قلة من النمو. يعني في ضمن منطقة التبريد في عندنا مرحلتين: مرحلة التبريد اللي هي العادية الأربع درجات مئوية، ومرحلة التجميد. مرحلة التبريد عندنا تقليل من النمو البكتيري،
ومرحلة التجميد بنوصل لمرحلة السبات أو الدورمنت اللي فيها النمو البكتيري، لا يتم قتل النمو البكتيري، إنما نصل لمرحلة وقف النمو البكتيري. في عندنا فوق ال 75 درجة مئوية ببلش البكتيريا تنقتل لحد ما وصل ل 100 درجة مئوية. عرجنا شوي على موضوع الممارسات التصنيعية الجيدة أثناء عمليات التصنيع والتأكيد على تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة أثناء عمليات التصنيع، وضرورة التطبيق قلنا يعني مبرر أنه في عندنا مشاكل تتعلق بالنمو البكتيري حتى لو أنا قضيت على النمو البكتيري لاحقا. دخلنا في موضوع بعد هيك أعطينا شوية سلايدات بتوضح الفكرة اللي عمالنا بنحكي فيه. بنحكي عن الجي ام بي الجي اتش بي بالايزو 9001 مع الهسب عمالهم الكومبينيشن بينهم عماله بعطيني الايزو 22000، وبجوز هنا برضه نفس الرسم التوضيحيه لنفس المصدر اللي نحكي عن الهسب. طبعا في عندنا الجي دي بي الجود ديستريبيوشن براكتس، يعني شيء انتشر جديد على موضوع الممارسات التوزيع الجيده، وبيحكي عن موضوع النقل والتوزيع من المصنع الى الموزع ومن الموزع الرئيسي الى الريتيلر. فبالتالي عماله بيحكي عن شروط خاصه في عمليات التوزيع للمنتجات الغذائيه، وحطها ضمن بوتقه سماها الجود ديستريبيوشن براكتس. حكينا عن التمييز امبارح مع الموضوع الريسك والهازارد، بجوز يعني وضحناهم. حكينا عن موضوع التوكسينز والانتيروتوكسين، وانه بعض انواع البكتيريا تفرز سموم، يعني بعض انواع البكتيريا بحد ذاتها وجودها يسبب تسمم غذائي، وبعض انواع البكتيريا لا تسبب اي تسمم غذائي لكن تفرز سموم تسبب تسمم غذائي. فقسمناهم نوعين، انفكشن وانتوكسين، وضربنا مثال للسالمونيلا الانفكشن والكلوستريديوم بتيلينيوم الموجوده في المعلبات انتوكسين. بجوز هي عماله بتوضح انه البريكوستوبجرام من ثم بصعد بالنص بينهم بيجي الاوبريشن البريكوستوبجرام، ومن ثم بصل الى سي سي بي. لاحظ انه عماله بحكي عن التحكم في مخاطر عامه ضمن البريكوستوبجرام، في الاوبريشن البريكوستوبجرام لساتني بحكي عن التحكم في مخاطر عامه، لكن عماله بصل لدرجه المخاطر الخاصه في العمليات الانتاجيه، ومن ثم بالسي سي بي بنحكي عن مخاطر خاصه. بجوز هاي يعني الموضوع بيوضح كثير، يعني جزء لقيته كثير واضح بحيث انه يوضح الفرق بين البي ار بي والاوبريشنال بي ار بي والان سي سي بي، بحيث انه عماله بيطبق كل فرق بينهم، وبحاول يوضح لنا الفروق بين البي ار بي والاوبريشنال بي ار بي والسي سي بي. فبتلاحظوا مثلا الموضوع انه البي ار بي عماله بتطبق في كل العمليات، بينما الاوبريشنال بي ار بي عماله بتطبق في مراحل معينه من مراحل الانتاج، وكذلك السي سي بي. اذا في اشياء مستشابه فيها السي سي بي والاو بي ار بي وبيختلفوا عن البي ار بي، وفي بس في اختلافات بين السي سي بي والاوبريشنال بي ار بي. فبالتالي احنا خلينا نمشي فيهم واحده واحده. ثاني شيء البي ار بي بتقلل، بي ار بي بتقلل من الهازارد اللي ممكن يصير للماده الغذائيه بالكنترول لما نعمل عمليات السيطره على المخاطر. فبالتالي عمالنا في البي ار بي او حتى بموضوع الاوبريشنال بي ار بي او بالسي سي بي عمالنا بنحكي عن موضوع تحكم بالمخاطر. فبالتالي التحكم بالمخاطر عماله بقلل المخطر، لكن بالسي سي بي بيميزهم عن اثنين الباقيين سي سي بي انه موضوع التحكم بالمخطر لازم يتم بشكل كامل، لانه انتم بتعرفوا كمان شوي حندخل موضوع السي سي بي وبنحكي انه اي انحراف في السي سي بي بيعني انه المنتج بالاغلب حيكون حيسبب تسمم غذائي. فبالتالي موضوع التحكم بالمخطر بالسي سي بي بيكون مطلق ابسولوتلي، عمالنا بنعمل عمليات تحكم. بينما بالاو بي ار بي وبي ار بي الفرق بينهم انه بالغالب عماله بقلل من المخطر الهازارد اللي موجود عندي اثناء العمليه التصنيعيه. لاحظوا انه موضوع البي ار بي انه مش مجربل، يعني مش عمالنا نحكي عن قياس، ونفس الشيء الاوبريشنال. هنا بيجي المفارقه بين يعني الوضوح بين الاوبريشنال بي ار بي وبين السي سي بي، ان الاوبريشنال بي ار بي انه بنحكي عن مقاييس غير مقاسه بالشكل بوقتها، بينما بالسي سي بي لابد من وجود قياس رقم، لانه انا العمليه التصنيعيه عندي لازم اخذ قراءه من السي سي بي
واتخذ قرار بشكل سريع. لاحظوا انه واحده من المواصفات كمان شوي السي سي بي انها تكون ايش؟ انها تكون قابله للقراءه بشكل فوري، فبالتالي انا لازم اخذ قراءه واتخذ قراري فيها اما بالمضي في العمليه الانتاجيه او بايقاف العمليه الانتاجيه، فبالتالي او بعمل فعل تصحيحي. طبعا ايقاف العمليه الانتاجيه بتبعها دائما افعال تصحيحيه، فبالتالي السي سي بي دائما في قرار مباشر، لازم يكون في قراءة مباشرة. في الأوبريشنال لا يتطلب أن يكون في قراءة مباشرة، ولا في البي آر بي يتطلب أن يكون في قراءة مباشرة. أتوقع أنه هذا السلايد، أتوقع أنه يعني لاحظت أنه أكثر محتوى موجود تطبيقاً، ووصلنا لفكرة الفروقات اللي بين البي آر بي والأوبريشنال بي آر بي والسي سي بي. يعني هذا كمان نفس الحكي اللي موجود بالفروقات بالجدول، نفس الحكي موجود، وهنا عمالهم بيضربوا أمثلة بالبي آر بي مثلاً على سبيل المثال، التحكم بالمورد المعتمد. بالأوبريشنال بي آر بي عمالنا بنحكي عن التحكم بالجلاسز والمتل، بالسي سي بي عمالنا بنحكي عن عمليات تصنيعية مثلاً التحكم بالمخطر الجرثومي أو الكيميائي اللي بتولد من وجود مايكروبات ممرضة. فبالتالي يعني بجوز ان شاء الله يكون وصلت الفكره في الموضوع. حاولت اني يعني اعمل فوكس عليهم لانه كثير بنسال في موضوع البي ار بي، اوبريشنال بي ار بي والسي سي دي. امبارح كان في سؤال على بلاندو شيك اكت، يعني كثير حكينا عن موضوع البلاندو شيك اكت، وقلت لكم انه هذا الطريقه في التنظيم بموضوع المواصفات بيكون اكثر على موضوع الايزو 22000، والهسب عماله بيطبق يعني بمحتوى، هو المحتوى الاساسي الايزو 22000 اللي هو الهسب. فالبلان دو شيك اكت لو انه اخذتها ك يعني كسايكل، بتلاحظ انه في مرحله البلان عمالي بحدد الاحتياجات اللي بحاجه الها، المخاطر اللي موجوده، عمالي بجهز في المشروع، عندي بروجكت اذا بدك تاخذ اني انا بدي اطبق نظام هسب، فبالتالي انا عمالي باخذ نظام ايزو. فبالتالي بتلاحظوا انه ضمن البلان في الريسك والسبورت والكونتكست، فبالتالي انت عمالك بتجهز كل المشروع لغايات اتخاذ القرار بتطبيق النظام. المرحله اللي بعديها بتصير عمليات دوت التفعيل لهذا النظام، طبعا بيشمل هذا الحكي البي ار بي والامرجنسيز والهسب. يعني انا اذا بطبق نظام الايزو 22000 لابد اني اطبق البي ار بي والهسب والايزو 3001، حتى الايزو 3001، بس احنا عمالنا بنركز على الجزئيات الاساسيه. اذا بنعمل بعد هيك شيك، والشيك بيكون دائما للتاكد دائما من ايش؟ من فعاليه اي نظام. يعني انا بخطط لبناء نظام، وبعمل دراسة على النظام، وبعمل دراسة على المشروع، وبحط جدولي للمشروع وإيجابيات، وبحط عما قلنا إنه موضوع إنه هذا بدنا نحط فيه فريق، وبدي يشتغل على عمل دراسة جدوى لتطبيق مشروع الهسب أو الأيزو 22000. بعد هيك ببلش بموضوع التطبيق وبناء النظام. بعد هيك بدي يكون عندي، لابد من يكون عندي إيش؟ الفيريفيكيشن أو التحقق من إنه عندي فعلياً عمليات النظام عماله بيأدي الغرض منه. فبالتالي انا قاعد ببني نظام مش عشان انه اقول اني عندي نظام، بناء النظام الغايه منه هو الوصول الى الغذاء الامن والسليم وضبط المخاطر المتعلقه بعمليات التصنيع للغذاء. فبالتالي بعمل عمليات الشيك، والشيك ممكن يكون عن طريق الانترنال اوديتنج او المانجمنت ريفيو او المونيتورنج، يعني المشاهده بشكل مباشر. ممكن اعمل عمليات تحليل إحصائي في عمليات الشك، أخذ الأرقام وأعمل عمليات تحليل لها، فبالتالي ممكن أعمل تحليل بيانات لبعض المعلومات اللي عمالها موجودة عندي. بعد هيك لابد يكون عندي فعل، والفعل ده مبني على إيش؟ الشك. يعني الشك هيعطيك نتيجتين، يا إما نتيجة إنه النظام مطابق وعماله فعال بدرجة كبيرة جدا، وأنا عندي الأمور كلياتها عمالها بتمشي بالطريقة الصحيحة، يا إما هيقول لك إنه النظام مش عماله بيأدي الغرض منه، أو بيأديه بدرجة غير كافية. فبالتالي بيكون عندي في قرار بموضوع التطوير للنظام، وموضوع التحديث، وموضوع اتخاذ خطوات تصحيحية. طبعاً خطوات تصحيحية في نظام الهسب، مثلاً تحكي عن خطوات تصحيحية فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية،
هذه الخطوة التصحيحية بتتعلق ببنية النظام وبناء الهيكل الخاص بالنظام. فهنا بجوز هاي هي اللي يعني البي دي سي اي سايكل اللي احنا بنحاول كثير من أنظمة الجود عمالهم بيشتغلوا عليها. بتوقع أنه هذا النظام حتى في موضوع الإدارة، الآي 9000 واحد عمالهم بيشتغلوا عليها، الآي 22000، يعني هاي من الأنظمة اللي فعالة في موضوع تطبيق أي نظام جودي داخل أي مؤسسة. بجوز أنا كمان طبعا يعني كان في شرح اللي هو موضوع خطط ونفذ وتحقق وصحح. أنا كان في البي دي سي اي بلان، ولاحظ انه في مرحله التخطيط عمالي بحدد الاهداف للنظام وعملياته، في مرحله التنفيذ عمالي بنفذ ما تم التخطيط له، في مرحله التحقق عمالي بقيس مدى فعاليه النظام، ومن ثم مرحله التصحيح عمالي بتخذ الخطوات المناسبه لابقاء النظام فعال بناء على نتائج التحقق اللي في المرحله الثالثه. هنا بجوز أخذنا مثال في موضوع نظام سلامة الغذاء وعملنا عمليات تخطيط. حاولت أنا يعني شوي أتوسع في الموضوع ضمن كلمة خطط. فكان موضوع الأهداف، ما هو سياق المنشأة، القيادة، التخطيط، وكان في عندي أكثر من موضوع. في مرحلة التنفيذ اللي هي موضوع العمليات اللي عمالي بشتغل عليها لغايات إنفاذ قانون، لغايات إنفاذ نظام الجودة داخل المنشأة. في مرحلة التحقق بعمل عمليات تقييم، والتقييم بيكون في تحليل البيانات، في رؤية مشاهدة، في تحليلات إحصائية، قد يكون فحوصات مخبرية. فالتقييم له عدة أشكال. ومن ثم في مرحلة التصحيح دائما في موضوع الامبروفمنت والابديتنج للنظام. فهذه يعني شوي توسعت شوي في المثال بحيث أن يعطيكم أكثر من خيار في موضوع البي دي سي اي. أوكي، ناولنا امبارح، انا يعني رجعت شوي وسعت في موضوع البي دي سي اي لان الدكتور امبارح سال عنها، فاخذت السلايدات اللي موجوده حاولت اجمعهم في مكان واحد حتى نقدر نغطي، واضفت سلايدات حتى نقدر نغطي الجانب اللي يعني الفيدباك اللي بتزودوني فيه بالنسبه لي هو مكسب بالنسبه لي، انه انا في ناس ركزت على موضوع الريسك هازارد في البدايه، في ناس ركزت على موضوع البي دي سي اي، في ناس ركزت على موضوع مواضيع معينه. فبالتالي انا موضوع يعني التركيز اللي عماله بيصير من اي متدرب هو بعطيني دافع اني ابحث في الموضوع بشكل اكبر واتعمق فيه، وهذا اللي بعطيني يعني تكامليه المعلومه، يعني بحاول اصل لتكامليه في المعلومه، مش حصل لتكامليه كامله بس بالنهايه عمالي بزيد المحاضره بشكل او باخر. يعني بلشت انا محاضره الهزب ضمن 40 سلايد، الان نحكي عن تقريبا 200 سلايد، فكل ما بعطي عمالي محاضره عمالي بكتسب اسئله، بزيد معلومات، بحط معلومات، فبالتالي بزيد السلايدات اللي عمالها موجوده داخل نفس المحاضره. فكل الشكر للجميع على الأسئلة، يعني بتثروا لي معلوماتي بأسئلتكم. بجوز دخلنا بموضوع الهسب وحكينا عن موضوع تسهيل التجارة بين الدول بتطبيق نظام الهسب، وحكينا عن موضوع مفهوم التكافؤ، حكينا عن اتفاقيات المعايير الصحية ومحدداتها. فدخلنا بموضوع مذكرات التفاهم بين الدول، قلنا انه كثير فوائد للهسب فيما يتعلق بتسهيل الصادرات بين الهسب، حكينا عن اللجان الخاصة بتطوير نظام الهسب. بعد هيك بلشنا بمبادئ الهسب السبعة، وبجوز أنا ركزت على مبادئ، قلت إنه مبادئ الهسب السبعة بتبلش بمتضمن ضمن مخطط المنطقي ال 12 خطوط التسلسلية، وقلت إنه الأصل الكل يكون عنده إيش؟ إنه يكون حافظ هذول، بس إيش بدهم يحفظهم؟ يعني يكون في تسلسل منطقي في موضوع الهسب وتطبيق نظام الهسب. لاحظ إحنا بنحكي عن تجميع فريق الهسب، يعني هاي شيء لانه انا في البدايه بدي اعمل عمالي بدي افكر، او الاداره العليا دائما انه بدايه اي موضوع في الجوده ببلش من رغبه الاداره، ببلش من رغبه التوب مانجمنت، في عندك رغبه في الاداره العليا، فبالتالي بدك اشخاص متخصصين في هذا المجال، فبشكله فريق اسمه فريق الهسب اللي بيعملوا على وصف المنتج وبحدد الغايه من استخدامه، ثم بعد هيك ببلشوا بالفلو ديجرام لاي منتج، لانه احنا بنعرف ان نظام الهسب بيطبق بشكل مباشر على كل منتج، كل منتج على حده، وفي حالات بيطبق على خطوط انتاج وخطوط انتاج لا، وممكن اخذ جزء من خط انتاج وممكن اخذ كل خطوط الانتاج، بس بالنهايه كل منتج له
دراسة حسب بلان، عندي خطط حسب خاصة فيه، فبالتالي بعمل تحليل إحصائي، تحليل للمخاطر، وبعمل عمليات ضبط للمخاطر عن طريق التحليل، خطوات تصنيعية لكل منتج. بعد هيك بنزل على أرض الواقع وبتأكد من إنه ما تم كتابته على بعمليات التصنيع للهسب يطابق لما هو موجود عندي ضمن خطة الهسب. بعدين ببلش في عمليات تحديد المخاطر وتحليل المخاطر، بنتقل لخطوة بعديها. طبعا ضمن تحديد تحليل المخاطر بحدد آليات ضبط هاي المخاطر، بنتقل في مرحلة بعديها لتحديد السيسيبيز، ومن ثم ببلش في موضوع تحديد حدود حرجة، وبعمل عمليات رصد لهذه السيسيبيز بناء على الحدود الحرجة اللي بحطها. لابد من وجود فعل تصحيحي في حال كان في خروج عن الحدود المقبولة. ومن ثم في الغالب بيكون عندي في عمليات إجراء تحقق وتوثيق لأي نظام سلامة غذاء. فهاي على فكرة هذا ساتنا اللي بنحكي فيه، هي مراجعة للزملاء اللي ما كانوا قادرين يدخلوا امبارح حتى نقدر نمشي في كويس. الزملاء اللي حضروا، لان احنا يعني انا بالنسبه لي اهم شيء انك تجمع ال 12 خطوه هذول في يكونوا في بالك، عشان كل عمالنا بلشنا امبارح ندخل في كل خطوه ونتفصل بكل خطوه، فكل خطوه بتفصل فيها انا مش ناسي انه انا ضمن الخطوه السابعه، ضمن الخطوه العاشره. اوكي، طبعا انا بدي ادخل شوي في الخطوات اللي احنا امبارح بلشنا فيهم. بلشنا موضوع وصف المنتج، بجوز احنا بلشنا قبل هيك في موضوع التحضير لنظام الهسب وتجهيز نظام الهسب، وانه يكون في خطه مبنيه على الاوقات الزمنيه وضمن اجراءات محدده بحيث تعرض على الاداره العليا لغايات اتخاذ القرار بالبدء في مشروع تطبيق نظام الهسب، ومن ثم وتحديد الموارد. طبعا جزء من خطة نظام الهسب لابد اني احدد الموارد الخاصة بتطبيق نظام الهسب. انا بايش الحاجة؟ لموارد بشرية، لموارد مختبرات، ادوات، معدات، عندي تعديل في البنية التحتية، قد يكون تعديل في الفلو ديجرام للمنشأة، في انسيابية العمل. فيعني بكون عندي دراسات كاملة وكلف تقديرية لغايات تطبيق نظام الجودة، لغايات اني اتأكد انه العمالي بشتغل على نفس ال بتأكد انه المشروع الخاص بنظام الهسب عماله بعطيني الثمار اللي انا متوقعها، وبالتالي بتخذ القرار في المضي فيها وتحمل تكاليف وتبعات تطبيق هذا النظام، او بتخذ قرار بإيقاف العملية من بدايتها. فبالتالي موضوع مشروع نظام الهسب كثير مهم بالنسبة لفريق نظام الهسب لاتخاذ القرار، وبالنسبة للإدارة العليا اللي عندها اللي هو المشروع اللي بتحضر من فريق الهسب بتقدم للإدارة العليا لاتخاذ القرار. أوكي، طبعا بتلاحظوا إنه إحنا بنحكي كنا عن مهام المشروع وشو محتويات المشروع وتقسيم كل مرحلة، يعني نحكي عن تفاصيل كاملة عن مشروع نظام الهسب اللي مفروض يكون مطبق إما بشكل خطي أو حدودي أو شامل. وميزنا بين الخطي والحدودي والشامل، قلنا إنه ممكن تطبيق نظام الهسب على منتج معين وممكن نطبقه على أكثر من خط إنتاج أو على جزء من خط إنتاج. بعد هيك بلشنا في فريق عمل هسب، وبجوز ركزنا فريق عمل هسب انه احنا في النهايه بدنا فريق، وقلنا انه ما بزبط انه يكون شخص واحد عماله بقوم بانشاء نظام الهسب. قلنا التركيز على وجود فريق، الغايه منه هو وجود اكثر. مش عارف شو البرتقالي هم. اوكي تمام، كان بعطيني شيء برتقالي فحبيت اني اتوقع الكل هيك. تمام، هيك واضح 100% ان شاء الله. تمام، نرجع للموضوع فريق الهسب. ركزنا على موضوع انه يكون فريق، وقلنا انه الفريق اللي فيه له كثير فوائد، بتتعلق بموضوع العصف الذهني، تعلق بتنوع المعارف، تنوع الخبرات، تنوع الاجراءات العمل اللي انا بدي اعملها، فبالتالي بحاجه الى هذا التعدد. وقلنا انه لما يكون في عندي فريق بيكون عندي تنافسيه، العمل المطلوب من الفريق هو عمل مش بسيط، العمل المطلوب من الفريق عمل بيحكي انه كل خط انتاج، كل منتج بدي اعمل له عمليه، بدي افصل له فلو دايجرام خاص فيه،
بدي أعمل دراسة تحليل مخاطر وأسأل حالي عن المخاطر المتوقعة سواء فيزيائية أو كيميائية أو جرثومية أو حساسية متوقعة في كل خطوط تصنيعية لهذا المنتج. أوكي، يعني إذا عندي 50 منتج داخل مصنع، فلاحظوا 50 منتج، بدي أخذ كل منتج لحال، كل منتج لحال، وأجي أفصل العملية التصنيعية تاعته، الفلو دايجرام تاعته، وفي كل خطوة تصنيعية بدي أسأل حالي 3 إلى 4 أسئلة. أحيانا الحساسية بنأخذها لحال وبنشيلها وبنقول إنه عمليات ضبط المخطر الخاص بالحساسية ممكن العمل عليه عن طريق ذكر المكونات الخاصة بالمنتج والمواد الأولية أو أي مادة تم ذكرها على مكونات المواد الأولية، وبالتالي عمالة بضبط المخطر أو بحط تحذير إذا كان منتج يحتوي على مواد قد تشكل خطر على أشخاص عندهم حساسية من بعض المواد أنا منتجي بيحتوي عليها. فبالتالي ممكن أتجنب مخطر حساسية، وبعد هيك في كل الخطوة التصنيعية بسأل حالة الأسئلة شو المخاطر الفيزيائية والمخاطر الكيميائية والمخاطر البيولوجية المتوقعة من الخطوة التصنيعية رقم واحد للمنتج رقم واحد. بدي أسأل حالي نفس السؤال برقم اثنين ورقم ثلاث ورقم أربعة ورقم خمسة، وفي كل منتج بدي أسأل حالي نفس الأسئلة. فبتلاحظوا إنه الفريق بده يشتغل شغل كبير، بده يشتغل بحث، بده يعمل عمليات، بده يرجع لمراجع علمية، بده يتأكد من إنه المعلومات تاعته اللي عماله بحطها والخطوات والأدوات الآليات اللي عماله بيستخدمها هي آليات صحيحة، عماله بيشتغل على بطريقة صحيحة. لاحظ إنه فريق عمل هسب إذا لما يكون برضو أكثر من شخص عماله بيصير تنافسية بين الأشخاص اللي بيشتغلوا. واحنا بنشتغل بنحكي عن جوانب متعدده، بنحكي عن جانب مثلا بيولوجي، بنحكي عن جانب فيزيائي، فبالتالي اكثر من جانب. في عندنا حتى جزء من عمليات بناء نظام الجود الهسب بتعلق مثلا بالتعديل في الالات، اضافه جزء، اضافه ادوات ومعدات على الالات، ففي جزء ميكانيكي قد يكون في عمليات بناء نظام الهسب، فوجود مثلا شخص ميكانيكي مهم بالنسبه لفريق نظام الهسب. طبعا احنا بدنا ندخل شوي ناخذ يعني موضوع التدريب موضوع مهم. نظام الهسب بتطلب انه كل العاملين داخل المنشأة الغذائية يتم عمليات تدريب لهم. فريق نظام الهسب لهم تدريب خاص لانه في النهاية عليهم عبء اكبر في موضوع تحضير المشروع، في موضوع التواصل مع العاملين، في موضوع كتابة المشروع ومن ثم تطبيق هذا المشروع. اهم شغلة في كتابة المشروع انه يكون المشروع ذات لغة بسيط بسيط، يعني دائما يعني في أي نظام حسب بيشترطوا إنه يكون سيمبل بسيط، لأنه شو الهدف من الموضوع هذا؟ هي الغاية إنك أنت كل العاملين بجميع مستوياتهم يكونوا على دراية بهذا النظام، ومن ثم يكون عندهم القدرة على تطبيق هذا النظام. نظام بنجح بالتطبيق من الجميع وبفشل في عدم فهم النظام وعدم تطبيقه، فنجاحه بتطبيق الجميع وفشله بعدم تطبيقه. فإذا كانت اللغة معقدة واللي فاهم الموضوع أشخاص بعدد أصابع اليد والبقية مش فاهم، فبالتالي بالصف النظام غير قابل للتطبيق، وبالتالي احنا مش عمالنا نصل للغاية اللي احنا انشأنا نظام الهسب لغايتها اللي هو إنتاج مادة غذائية آمنة وسليمة. فبالتالي موضوع إنه يكون النظام بلغة بسيطة مهم جدا. بعد هيك بلشنا بعمليات تحليل المخاطر، بجوز بلشنا بإجراء تحليل المخاطر وحكينا عن موضوع تجميع فريق الهسب، بلشنا يعني نحكي بالتفاصيل ب 12 خطوة. لاحظوا إنه دائما موضوع بجوز هاي البي دي سي اي اللي هو موضوع دائما التخطيط، ومن ثم مرحلة الدراسة، ومن ثم مرحلة التطبيق، ومن ثم مرحلة التوضيح والاستمرارية هي من ضمن دائما ضمن نظام الهسب. خطة الهسب بتتضمن المخاطر المتوقعة ضمن عملية تصنيعية لمنتج ما، وعمليات ضبط هاي المخاطر، يعني هي وثيقة بيتم فيها وضع المخاطر المتوقعة ضمن خطوة تصنيعية معينة لمنتج ما، وآليات ضبط لهذه المخاطر. هذه هي الهسب بلان اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليها بعد بكره. هنحاول نعمل اشي هسب بلان، هنعمل فلو دايجرام، هنعمل هسب بلان. انا بجوز من اليوم بحكي لكم ان احنا يوم الاربعاء انا بتمنى الكل يعني حتى نكسب وقت
انه يوم الاربعاء يكون عندنا تفكير باحد الصناعات اللي يعني ناس تاخذ صناعه البان، ناخذ منتج لبني مثلا، ناس تاخذ صناعه عصائر، ناس بنحكي مثلا عن نوع اي نوع من انواع العصائر، وناس تاخذ صناعه اللحوم، ويفكروا بخطوات صناعه اللحوم، خلينا نحكي مرتديلا اوكي، ونفكر بالخطوات التصنيعيه، ومن ثم نعمل عمليات تحليل او هسب بلان لكل عمليه، ونبلش نبلش نتناقش فيها. يعني بدنا حدا يشتغل، يعني كل واحد يشتغل لحاله، ونشوف مين الاشخاص اللي عمالهم جاهزين يوم الاربعاء. انا اليوم بحكي حتى يتبلشوا بكره تفكروا بالموضوع، بعد بكره يكون جاهز. فبنشوف الاستاذ ليث، وبنحاول نرتب معاه، بناخذ هاي الشيء اللي جاهز بنعرضه للجميع، بنبلش نتناقش مع بعض. هاي الهدف من الموضوع، اننا احنا نعرض 5 6 10 نماذج من حسب بلان، كل شخص اشتغلهن، فالشخص اللي اشتغل اكيد حيكون عنده نقاط قوه ونقاط ضعف، احنا حنتناقش مع بعض، فبالتالي الكل حيستفيد. فان شاء الله هذا الحكي حيكون يوم الاربعاء، حيكون في نقاش كامل في موضوع الهسب بلان، اعداد خطه هسب. بتحبوا احدد انواع معينه؟ انا حاولت اخذ 3 صناعات، اخذت صناعه العصائر، صناعه الالبان، وصناعه اللحوم. بتوقع انه هاي اكثر صناعات يعني فيها شغل، فبالتالي يعني ممكن انه نشتغل. اذا حابين ان ناخذ صناعات اخرى، مثلا ناخذ صناعات الحبوب، ممكن ناخذ صناعات الصناعات اخرى زي صناعات المشروبات الغازيه. شو بتقترحوا مثلا صناعات ممكن ناخذها لغايات تحديد الهسب بلان؟ كويس، الصناعات هذول ممتاز، لانه انا بحكي بدنا شيء يعني معروف للكل. انا ما بدي احكي عن صناعه شوي معقد، يعني الكل بيعرف عمليات تصنيع اللبن، فبالتالي عمليه الخطوات التصنيعيه واضحه للكل، بس بضل موضوع دراسه كل خطوه تصنيعيه، المخاطر المتوقعه بيوز، هذا بنصير نحكي هل هي، ومن ثم تحديد نقاط السي سي بيز. يعني كل واحد بده يعمل لي هسب بلان، بده يعمل اليات تحكم بالالبان. حكينا بجوز صناعه البوضه ما في مشكله، بالعكس يعني انا يعني اذا بتحبوا عادي، يعني خلينا نفتح المجال لكل واحد انه يشتغل على احد الصناعات. الهدف انه نتناقش، بوعد الجميع اللي ما تناقشت معه وكان حابب يتناقش اني بقدر اتناقش معه بشكل يعني مباشر، يعني بعد هيك فما في مشكله، يعني حتى لو يعني ما فيش مشكله اللي ما قدرنا نتناقش معه بشكل جماعي. الهدف انه نكتسب خبرات مع الكل، النقاش يكون بشكل جماعي، نتداول قديش نقدر نلحق خلال الساعتين هذول، نتناقش. اللي حابب انه يعرض شيء وحاب انه يتناقش بعد هيك ما في مشكله عندي، انا حترك رقم تلفوني، وسيله التواصل معي، وممكن انا وياه نتواصل ونحكي ونتناقش مع بعض. ف يعني ضمن المتاح اوكي. فهيني قلت لكم شو اللي نشتغل يوم الاربعاء، وهيك بيكون في مجال كمان للاسئله، بنقدر نتداول اسئله، بنقدر نحكي، نوضح بعض الامور اللي ما حكينا فيها. يعني الاخوان عمالهم بيقترحوا اكثر من صناعه، صناعات الدواجن، انتاج طعوم القوارض، احنا بنحكي عن صناعات غذاء صح؟ احنا بنحكي عن استاذ باسم، بنحكي عن انتاج الغذاء، فاذا بنحكي عن نظام هسب وغذاء فما بيزبطش انتاج طعوم القوارض. الغذاء طعوم القوارض يعني قادم من الحيوانات يعني، بس هاي اغذيه اللي خاصه للحيوانات، يعني خلينا شوي بالاغذيه اللي بنقدر نعرف شو تصنيعها. الدواجن، شوف انا ما عندي مشكله بموضوع مسالخ الدواجن، شوفوا مسالخ الدواجن عمليه تصنيعيه، وهي تداول الغذاء. يعني احنا دائما في نقاش على موضوع والشيبس كذلك، الموضوع انه هل مسالخ الدواجن من ضمن تداول الغذاء؟ لا، فهي بس عمليات تشريعيه عماله بتشيل موضوع مسالخ الدواجن، وبتروح جزء عند الاماني، وجزء عند الزراعه، وجزء عند الغذاء والدواء، لكن هي بعلم الغذاء هي عمليات تداول الغذاء، فبالنهايه بنقدر نطبقها لنظام غذاء. انا ما عندي مشكله، بتحبوا اي عمليه تصنيعيه نعمل عليها شغل، ما عندي اي مشكله، بالعكس هو في النهايه الهدف انك انت تحط حالك قدام المصنع، بلش تفكر هيك انه انا الان مصنع، عشان انت بلشت تشتغل بايدك وبلشت تعمل عمليه تصنيعيه وتفصل عمليه تصنيعيه، تحط ظروف. ما بدي عمليه تصنيعيه اذكر استلام تخزين، لا لا، لا تقول
العملية التصنيعية رقم واحد الاستلام، والظروف المحيطة بعمليات الاستلام. لما تقول تخزين بتحط الظروف، لما تقول عمليات الميكسينج بتحط شو اللي عماله بدخل. فبالتالي بده يكون الفلو ديجرام بيوضح قاعد كل خطوات التصنيع، وبيوضح المواد الداخلية وظروف التخزين. واضح الجزء. وبعد هيك بدك تعمل حسب بلان، تحط حالك محل المصنع وبتقول انه عندي الخطوة التصنيعية رقم واحد، وبتصير تفكر شو المخاطر الفيزيائية، المخاطر الجرثومية، المخاطر الكيميائية. وبعد هيك بتبلش ايش تعمل؟ تعمل اجراءات عمل لغيار ضبط كل مخطر. وبعدين بيجي موضوع تحديد السي سي بيز والكونكتيف اكشن. فمجرد ما اشتغلت في الموضوع هذا بالطريقه هاي، بتبلش يعني يبلش التحليل للمخاطر بموضوع التعامل مع نظام مخاطر. كيف انت تشتغل مع الفلو دايجرام كثير مسهل عليك. فهذا الحكي يوم الاربعاء ان شاء الله. طبعا احنا بنحكي عن وصف المنتج بعد هيك. طبعا لاحظوا انه احنا في عندنا انواع المخاطر وذكرناها قبل هيك، وقلنا فيزيائيه وكيميائيه وجرثوميه. بعد هيك حددنا اشتغلنا في وصف المنتج وتحديد الغايه. بجوز حكينا شوي عن موضوع وصف المنتج، وانه بيحكي عن بطاقه البيان الخاصه بالمنتج. كل مكونات بطاقه البيان بتكون موجوده او يعني محتوى داخل وصف المنتج، بالإضافة إلى العملية أو الغاية من المنتج، الغاية من استخدام هذا المنتج، من الأشخاص المستهدفين بهذا المنتج، طرق التصنيع الخاصة بالمنتج، مدة الصلاحية. طبعا هاي ضمن بطاقة البيان. فأكثر من موضوع بيكون موجود ومحتوى داخل المنتج. بعد هيك بننتقل للمخطط البياني، وقلنا أن المخطط البياني بيمثل كل خطوات التصنيع وظروف التخزين الخاصة أو ظروف التصنيع الخاصة بكل خطوة تصنيعية ومدخلات الإنتاج خلال هذه العملية. يعني بدنا نحدد الخطوة التصنيعية وظروف الإنتاج. احنا بنحكي عن خطوة تصنيع مبردة ضمن حائط الغرفة مجمدة، وبنفس الوقت هاي الخطوة التصنيعية فيها إضافة أي مادة. فعمالك بتعطيني تفاصيل خلال المخطط البياني. قلنا بعد هيك بدنا نعمل اللي هو تأكد. طبعا لاحظوا أنه هذا الرسم مش هذا اللي بدي إياه، هذا بالنسبة لي مش هذا المعتمد. هذا هيك يعني رسم بس توضيحي يعني لغايات الشرح. بس إحنا اللي بنحكي عنه خطوات تصنيعية من 1 إلى 20، والخطوة التصنيعية مفصلة وموجود فيها ظروف التصنيع تاعتها، وموجود فيها المواد الأولية ومدخلات كاملة. مش هذا اللي بحكي عنه. أوكي. بعد هيك بعمل عمليات تأكد من أنا بوديه المهندس ليت، حودي لك المادة إن شاء الله اليوم عشان تودي لهم إياها بدياف للأخوة، لأنهم عمالهم بودوا لي على الـ أوكي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا اليوم بودي لك إياها إن شاء الله. الله يسعدك، الله يعطيك العافية مهندس. أنا اللي تأخرت في بعث المهندس ليت، فعذروني أنا، لأن كل ما بستقر على محاضرة برجع باخذ فيدباك منكم، فبطور المحاضره بطريقه انه تلبي الإشي اللي عمالكم تسال عنه. فان شاء الله نكون عمالي بحاول هيك يعني تعلمنا يعني اكبر قدر ممكن من المعلومات اللي مفروض انها تكون موجوده داخل الدوره. بعد هيك بلشنا بموضوع تحليل المخاطر. موضوع تحليل المخاطر بلشنا فيه، وقلنا انه موضوع تحليل المخاطر هو عمليات جمع وتقدير المعلومات الخاصة عن المخاطر. يعني في النهاية أنا بدي أعرف شو المخطر، ومن ثم أعمل على توزين هذا المخطر. وبالتالي وعمليات تحليل المخاطر تتضمن موضوع تحديد المخاطر بشكل أساسي وتقدير أهميتها، ومن ثم تقرير كيفية ضبطها. تحليل المخاطر بتطلب طبعاً، بجوز أنا شوية حكيت امبارح عن موضوع تحليل المخاطر والترابط ما بين تحليل المخاطر اللي بيعطيك شدة المخطر واحتمالية حدوث المخطر ضمن موضوع تحليل المخاطر. لاحظوا إنه في عندي ثلاث المراحل الثلاثة لتحليل المخاطر. دائما بحط قائمة في كل المخاطر، ببلش بعد هيك بعمل تحليل للمخاطر حسب أهميتها، ومن ثم
بعمل مقاييس لضبط هذه المخاطر. يعني موضوع التحليل، موضوع الخطوات أو المراحل الثلاث لتحليل المخاطر، دائما بحط قائمة في المخاطر، بذكر هذه المخاطر. عندي مخاطر بيولوجية فيما يتعلق بمنتج الحليب، وجود الميكروب فلان، واحد اثنين ثلاث، ضمن الخطوة التصنيعية الاستلام، وضمن المنتج اللبني. أوكي، يعني كل خطوة تصنيعية في عندي مخطر، بحط قائمة بالمخاطر، ثم بعمل عملية تحليل لهذه المخاطر. يعني بقول شدة المخطر مقابل احتمالية المخطر، وبعد هيك بحط مقاييس للتحكم بهذه المخاطر. طبعا لاحظوا انه موضوع الوضع قائمة بالمخاطر، يعني انا بذكر كل المخاطر وبحط، ودائما عمليات ذكر المخاطر مش موضوع سهل. يعني انا لما بسأل سؤال انه شو المخاطر الميكروبية المتوقعة من عملية الاستلام للمنتج رقم واحد والمواد الأولية دي من الخطوة رقم واحد، بكون مثلا على سبيل المثال بكون عندي مخاطر بيولوجية، لازم أرجع لكل المواد الأولية وأخذ مادة مادة وأشوف شو احتمالية المخاطر البيولوجية. ممكن أرجع شيء، يعني أرجع أفصل كل مادة بحد ذاتها، فبالتالي بدي أرجع للتفاصيل. إذا كان عندي خلينا نحكي منتج معين من 10 مواد، بدي أرجع ل10 مواد وأشوف شو المخاطر البيولوجية المتوقعة من استخدام هذه المواد. يعني كثير من الحالات بيستخدموا البهارات، فبصير في بقول لك البهارات مادة حافظة، بعد هيك بتستخدم البهارات بتلاقي عندك مشكلة في موضوع الميكروبيال لود والبسيدوموناس، وبتلاقي عندك مشكلة بالباسيلس. يعني عندك مشكلة في تلوث عماله بصير في منتج البهارات. أنا عمالي بحاول أحدد المادة الأولية، عمالي بحاول أضبط المخطر، بس المادة الأولية مش عمالة بتساعدني. فمهم جدا موضوع التفكير بكل المخاطر المتوقعة. لازم أراجع المراجع العلمية الجديدة، يعني يكون عندي دائما دراسات خاصة بكل منتج. فبالتالي موضوع تحديد المخاطر، ها وضع قائمة بالمخاطر، من أكثر الشغلات اللي بتأخذ منك جهد ووقت. طبعا لاحظوا ان احنا هنا بجزء اجينا على موضوع الريسك، وقلنا ان الريسك بيمثل شدة المخطر، مدى مدة حدوث المخطر، مدى قوة المخطر، استمرارية المخطر، اللي هو نابع. لاحظوا ان الخطر او الريسك نابع من وجود مخطر او هازارد. الريسك نابع من وجود مخطر او هازارد، فبالتالي بتكون ريسك. هذا الريسك عماله بيأثر على الإنسان. مدى شدة هذا المخطر هو أحد التعبيرات، مدى بقاء هذا المخطر، فبالتالي مدى بقاء هذا الخطر ريسك. شوية مشكلة مخطر وخطر، المخطر هزر والريسك والخطر ريسك. أوكي، وضربنا أمثلة على المخاطر، وحكينا عن موضوع السالمونيلا والدواجن، وقلنا إنه موضوع تطبيق نظام الحساب ممكن يتطلب منك تغيير في بعض آليات العمل، تغيير في بعض المعدات، أدوات، في تصاميم الخاصة بالمنشأة الغذائية. فأكثر من خطوة ممكن أعملها. بعد هيك بلشنا بتقدير الخطر، وقلنا تقدير الخطر ممكن يكون كمي أو نوعي، الكمي بيتطلب طبعا دائما دراسات اكثر وبده جهد وبده كلفة اعلى. النوعي بيكون هو اكثر تطبيقا ماشي، وما بتطلب الكلف اللي بتطلبها كلف الكمي. لاحظوا ان احنا مثلا هان تحليل للمخاطر اللي هي مدى شدة خطورة المخطر ومدى احتمالية حدوث المخطر، عمالي بربطهم مع بعض ضمن منطقة تحليل المخطر. فبيكون عندي دائما في عندي فوق في الجهة اليمين من فوق، في عندي خطورة عالية وشدة عالية، في عندي احتمالية حدوث المخطر عالية وشدة عالية، فبالتالي هذا المخطر بعمل له وزن أكبر من أي مخطر آخر، وبالتالي لابد من التحكم بهذا المخطر. موضوع توزيع المخاطر من المواضيع، وموضوع تحليل المخاطر من المواضيع المهمة. فكرة كل علم الفود مانجمنت والفود كواليتي سيستم كلياته عماله بيشتغل على موضوع تحليل المخاطر. بيجي عندنا حتى حاليا كل علم الإدارة، كل الأعمال المبنية، حتى الأعمال الحكومية صاروا يعملوها ويشتغلوا في موضوع تحليل المخاطر، ويعملوا كل شغلهم ودراساتهم وكشفهم وإحصائهم
وموضوع التعقم، كل المواضيع، حتى دائرة الجمارك العامة، دائرة كل دوائر الدولة عمالة بتشتغل بنفس الآلية اللي هي آلية تحليل المخاطر والعمل ضمن بناء تحليل المخاطر، لأنه في النهاية مبدأ تحليل المخاطر هو مبدأ بتوجه فيه صاحب القرار نحو الأمور الأكثر أهمية، الأكثر شدة، الأكثر خطورة، وبركز عليها، بالتالي عماله بخفف ضغطه، ما بترك، ما بهمل الأمور القليلة الخطورة، ما بهملها نهائيا، لكن عماله بخفف التركيز على الأمور القليلة الخطورة وبزيدها على الأمور الأكثر خطورة. وهنا بيجي دور نفس الشيء بالغذاء، عمالنا احنا ما بنهمل الامور قليلة الخطورة، بل بالعكس بنعمل لها عمليات ضبط للمخاطر، لكن عمالنا بنركز وبنحاول نوقف اي مخطر عالي بشكل او باخر. استعرضنا امبارح المصادر المعلومات وحاولنا نحكي عنها بطريقة او باخرى. لاحظوا انه احنا هان حكينا عن المخاطر العامة والمخاطر الخاصة، وقلنا انه المخاطر العامة بيتم ضبطها عن طريق البرامج قبل التأسيسية، والمخاطر الخاصة بيتم ضبطها عن طريق برنامج الحسم. وعرفنا برامج قبل التأسيسية والليبريشنال، يعني بجوز احنا دخلنا شوي. لاحظوا انه في عندي مقاييس للضبط. طبعا دائما لازم تربط بين الخطر والمصدر والمسبب، يعني ممكن انت تحكي مثلا الخطر والمصدر والمسبب. الخطر الموجود خطر ميكروبي، المصدر من الأغذية النيئة، من وجود طعام غير مطهو بشكل صحيح، فبالتالي عمالي أنا بحكي عن المسبب. في النهاية في المسبب هو وجودها بشكل طبيعي داخل الحيوانات بناء على أنها المواد رو لابد من طهيها، فبالتالي ممكن أنا أربط دائما بين الخطر والمصدر والمسبب، وبالغالب هذا بيعطيني فرصة لعمليات التحليل والضبط للمخاطر. يعني معرفتي بالخطر والمصدر والمسبب عمالها بتساعدني في عمليات التحكم والضبط للمخاطر بطريقة أو بأخرى. عمليات المعرفة في الربط بين الخطر والمصدر والمسبب ضرورية لعمليات الضبط والمعرفة المخاطر وعمليات ضبط لهذه المخاطر. ممكن مقاييس الضبط مثلا، لاحظوا انت يعني احنا دائما آليات الضبط للمخاطر، اذا بنحكي مثلا عن عمليات استقبال الحبوب، مثلا انا اذا عندي عملية مصنع تابع للحبوب، في عندي اول مرحله من مراحل استقبال الحبوب، ففي عندي مخطر فيزيائي. اذا بنتناول مخطر فيزيائي، ممكن المخطر الفيزيائي مثلا على سبيل المثال وجود ميتلز، معادن، براغي، مسامير، وهي الميتلز موجوده، ممكن تكون موجوده في اي لحظه. هذا المخطر لابد من تجنبه. عندي مقاييس تحكم، ممكن انا يكون عندي ميتال ديتكتر، هذا الميتال ديتكتر بركبه على الجهاز، لابد بس من شغله واحده، اني اتاكد اني اعمل فيرفيكيشن، دائما بعمل عمليه تحقق من انه فعلا الجهاز الميتال ديتكتر عندي شغال بالشكل المطلوب. فبمرر مثلا قطعه حديد، فبلاحظ انه الخط بوقف، فانا بتاكد انه من فعاليه النظام، وان النظام فعال، الجهاز قياس. فعمليات ضبط المخطر الفيزيائي في عمليه الاستلام من ناحيه وجودها، من ناحيه وجود ميتلز ضمن الحبوب، لغايات إنتاج منتج حبوب مغلف ومعبأ ضمن عبوات 50 كيلو جرام، هي تركيب جهاز ميتال ديتكتور. عمليات ضبط المخاطر المتعلقة في مخطر الفيزيائي ضمن مرحلة الاستقبال لمنتج الحبوب، ضمن مرحلة منتج الحبوب المعلب والمغلف، فيما يتعلق بوجود أحجار مثلاً، هي وجود مناخل خاصة ذات أحجام مختلفة تعمل على فرز الحبوب عن باقي المواد الغريبة، وهكذا. يعني في عندي آليات ضبط لاحظوا إنه هان زي هيك بنشتغل، بنحكي آلية العمل والمخاطر ومقاييس الضبط. يعني أنا عندي خطوة استقبال، في عندي مخطر متوقع، وفي عندي مقاييس ضبط لهذا المخطر. الآن بلشنا بنقاط تحكم الحرج، احنا دخلنا هسه مادة جديدة. يعني بجوز أنا بعرف يعني ما بطلع على التعريف اللي موجود. نقطة تحكم الحرج أو السي سي بي، يعني زي ما هي معروفة، هي النقطة اللي إذا ما تم ضبطها بالشكل المطلوب
في الغالب حيكون في عندي حدوث لحالات تسمم غذائي. يعني احنا نقطة الضبط الحرجة بنعرفها بطريقة أو بأخرى إنه لابد من عمليات ضبطها، لأنه في الغالب إذا ما تم ضبطها في الغالب حيكون في عندي حالات تسمم غذائي. يعني هذا هاي أهم نقطة في موضوع حالات التسمم الغذائي، أو نقطة في السي سي بيز. يعني أهم نقطة في موضوع السي سي بيز لابد إن نكون واعيين إنه أي عمليات أو أي حالات عدم سيطرة على السي سي بي بيعني إنه بالغالب المنتج راح يكون عندي غير صالح للاستهلاك البشري بالأغلب، وبالأغلب ممكن يسبب تسمم غذائي. طبعا في كثير من الحالات بيصير عندي نقاط، بيجي اللي بيشتغلوا فريق الهسب بيجي بده بقول لك انا كل ما زدت بكون عنده يعني نقطة فهم خاطئة، انه كل ما زاد نقاط الضبط الحرجي كل ما عمل عمليات ضبط المخاطر بشكل افضل. هذا حكي غير مقبول، هذا الحكي مرفوض. فبالتالي دائما بيتم تداول انه كل ما كان في فهم صحيح للمخاطر وآليات التحكم بالمخاطر، في آليات تحديد نقاط السي سي بي، كل ما كان القرار صحيح، كل ما كان النظام فعال اكثر. لاحظوا انه احنا بنحكي عن نقاط ضبط حرجه، لما نحكي عن نقطه ضبط حرجه دائما طوال بروح تفكير انه هذا نقطه ضبط الحرجه لابد من وجود عمليات رصد لهي النقطه، عمليات حدود، عمليات كوركشن اكشن. فبالتالي في عندك عمل وتركيز على هاي النقاط. فاذا كل ما كثرت النقاط كل ما صار في عندي عدم تركيز بجميع النقاط، ممكن تكون نقطة مهمة وثلاث نقاط غير مهمة. فبالتالي الثلاث نقاط هذول عمالي بلهون عن النقطة المهمة اللي لابد أركز عليها وأعمل كل إجراءات الفيريفيكيشن، عمليات التحقق من فعالية هذه النقطة حتى أتأكد أن المادة الغذائية بالأغلب ما تكون سليمة. فبالتالي موضوع وجود نقاط ضبط حرجي كثير هو من ليس من يعني شيء إيجابي. لاحظوا ان احنا بيوز اكثر من طريقه في عمليات اتخاذ القرار انه هاي نقطه ضبط حرجه ام لا. يعني بيجوز انتم تلاحظوا ان في عندي شجره توزيع قرارات نقاط التحكم، في عندي شجره توزيع قرارات المواد الخام، في عندي شجره توزيع مجموع، في عندي يعني في اكثر من طريقه. بيجوز اكثر طريقه انا البسيطه جدا انه بسال حالي دائما انه بهاي الخطوه إذا أنا عملت عمليات ضبط المخاطر، هل هنالك أي عملية مستقبلية ممكن أن تلغي المخطر؟ دائما هذا السؤال يعني بيكون موجود بيزهنا شوي. فأنا بحكي لك إذا أنا فقدت السيطرة، نفس السؤال بس بطريقة أخرى، إذا أنا فقدت السيطرة فهل على الأغلب سوف يحدث تسمم غذائي؟ إذا كان نعم هل يمكن لخطوة؟ بيجي السؤال دائما مهم، لأنه السي سي بي هي النقطة اللي المخطر فيها إذا أنا ما عملت عملية تحكم فيه في الأغلب سوف يكون إيش؟ هنالك تسمم غذائي. فبالتالي إذا كان نعم فبدي أنا أحكي هل يوجد أي خطوة أخرى ممكن أن تلغي هذا المخطر؟ إذا كان يوجد فهنا ما صفى السي سي بي. إذا كان لا يوجد يعني أنا الخطوة اللي عندي هان أنا بدي أنتج منتج، خلينا نفترض بدي أنتج منتج حليب مبستر، في عندي خطوة البسترة، في أي عملية تصنيعية ممكن تلغي المخطر البيولوجي اللي موجود في عملية البسترة بعد عملية البسترة؟ ما في عندي، عندي عمليات تعبئة، عندي عمليات توزيع، وعندي عمليات استهلاك في وتوزيع للمستهلكين. الآن معناته أنا بخطوة البسترة ما في أي خطوة بعديها ممكن تلغي المخطر، فبالتالي تعتبر نقطة البسترة هي نقطة السيبيز مثلاً على سبيل المثال. ودائماً موضوع النقاش بيكون يعني ذات جدوى. ممكن هسا واحد يجي يقول لي موضوع التعبئة والتغليف ممكن أعتبره أنا سيبيز، وبصير نسأل هل لكل منتج وبعض الناس بيقول لك كل خطوة استلام تعتبر سي سي بيز. انا من وجهة نظري الشخصيه انه كل منتج له طريقه التفكير، له مش طريقه التفكير، له حاله خاصه فيه. يعني انا باجي بدرس المنتج هذا، شو المكونات اللي عمالي بستلمها، مدى خطوره المنتج، يعني انا بقسم المواد الاوليه اللي بيتم التصنيع منها، هل هي مواد قليل خطوره عاليه خطوره، وعلى اساسها بقرر طريقه حفظ هذه المواد،
تبريد تجميد على درجات حرارة الغرفة، فبالتالي بقدر اتخذ فيها قرار هل مثلا خطوط الاستقبال هاي بتساعد وبتعزز من اتخاذ القرار في موضوع انه الخطوة هي سي سي بيز او لا. ودائما برجع لشجرة توزيع القرار وبسأل هل يوجد خطوة ثالثة تزيل المخطر؟ اذا كان لا يوجد فهي سي سي بي، اذا كان يوجد فبالتالي انا بحكي عن بي ار بيز. اوكي اوكي هاي برضه شجره ثانيه، برضه نفس الشيء بتفاصيل. على فكره كل هذه الشجره هي الشجره الابسط اللي انا بفضل استخدمها، يعني الفكره كلياتها بنفس الشجره وبنرجع بنحكي بنفس الطريقه. هل تتوفر مقاييس تحكم؟ اذا كان لا يوجد مقاييس تحكم، هل التحكم اساسي؟ نحكي إذا كان لا ليست نقطة تحكم حرجي. إذا كان لاحظوا إذا كان نعم، هل يمكن لخطوة تالية إزالة أو تقليل المخطر؟ إذا كان لا فهي نقطة تحكم حرجي. إذا كان نعم فبترد ترجع بتسأل حالك هل يوجد تصميم لهذه الخطوة على وجه التحديد أو تقليل لخطر ما إلى مستوى مقبول. فبالتالي أنا عمالي بسأل حالي بأكثر من اتجاه، بس كل أسئلتي في النهاية مغزاها هل هنالك أي عملية تصنيعية ممكن أن تزيل المخطر بعد هذه الخطوة؟ يعني السؤال الجوهر وكلياته هي أسئلة بأشكال مختلفة وبأصناف مختلفة، بس كلياتها حتطلع بنفس المضمون، هل يوجد أي عملية تصنيعية لاحقة يمكنها التحكم وإزالة المخطر؟ ليش السؤال هذا بسأله؟ لأني قبل هيك بكون سائل حالي هل هذا المخطر بالأغلب ممكن أن يؤدي إلى تسمم غذائي؟ يعني أنا في عمليات التحليل، لاحظوا إحنا قبل هيك عملنا عمليات تحليل وقدرنا شدة المخطر واحتمالية المخطر وقلنا إنه إحنا هنا عندنا مخطر عالي، فبالتالي لابد من التركيز على هذا المخطر العالي وعمل عمليات ضبط لهذا المخطر، صح؟ فبالتالي أنا بقول إنه هاي اتفقنا إنه لابد من عمليات ضبط، فبسأل حالي السؤال التالي إنه في العملية هاي في المنتج في الخطوة التصنيعية لمنتج ما ضمن الخطوة التصنيعية رقم 1 ولا 2 ولا 3 و4 هل يوجد خطوة تصنيعية لاحقة تزيد المخطر المتوقع من الخطوة التصنيعية الحالية أو من المادة الفلانية أو المخطر البيولوجي؟ فبالتالي الأسئلة هاي حتكرر كلياتها بصور مختلفة، بس في النهاية شجرة القرار حتنبع بنفس الطريقة. مجرد ما أنا بلشت في موضوع النقاط الضبط الحرج أو السي سي بي أنا طوالي برجع بدخل في موضوع الحدود. يعني أي نقطة سي سي بي، لاحظوا نحن إحنا بنحكي عن سي سي بي نقطة ضبط حرج. أنا خلينا نحكي موضوع التبريد، موضوع التبريد هي نقطة ضبط حرج. تبريد المنتج النهائي، خلينا نفترض إنه تبريد لمنتج لحوم هي نقطة ضبط حرج، أوكي؟ واللحوم منتج عالي خطورة لأنه عالي بالبروتين، فبحاجة إلى ظروف تخزين خاصة تبريد أو تجميد، فبالتالي نعتبرها نقطة ضبط حرج. خلينا نفترض إن هي نقطة ضبط حرج. خلينا نفترض إنه التارجت تاعي حتى أصل للتبريد هو قديش؟ 4 درجات مئوية، صحيح؟ هل الثلاجة ممكن تعطيك 4 درجات مئوية بالضبط؟ لا بتنزل وبتنقص، وإحنا بنحكي دائما عن درجة حرارة المادة الغذائية. الثلاجة بتطفي تعطيها أوردر تشتغل بتوصل على 4 لتطفي، ممكن إنها تعطي أكثر ممكن تعطي أقل، فبالتالي في فلكشيوشن في الحرارة. ثاني شيء إذا بتفتح الثلاجة بيصير في فقدان بالحرارة، فبلحظة فتح الثلاجة وغلاق الثلاجة هتنزل الحرارة شوي، لما يشتغل الكمبرسر هيشتغل لغاية ما وصل 4 أو أقل شوي. فبالتالي أنا لابد أني أركز على موضوع أنه يكون في عندي حدود acceptance level، في عندي target وفي عندي acceptance level. ودائما هو الحدود الحرجية هي بتكون ما بين الحد المقبول والحد غير المقبول. الحدود الحرجية بمعنى أو بآخر هي المينيموم والماكسيمم، الحد الأقل والحد الأكثر ضمن السي سي بي المطلوب. أنا عندي تارجت، عندي حد أعلى وحد أقل. التارجت إني أحقق التارجت هو الأفضل، ما أصل أكثر من الحدود العليا وما أنزل أقل من حدود الدنيا، هاي بالنسبة إلي بتكون صحيحة.
الحدود الحرجه لازم تكون قابل للقياس. يعني انا بجوز انا قبل هيك ركزت على انه السي سي بي دائما بدها تكون ايش مقروءه بشكل سريع. يعني انا ما بيزبط اني مثلا اجي اقول بدي اعمل نقطه سي سي بي واعملها زراعه مايكرو وبعد 3 ساعات طلع النتيجه، ما بزبط. رجعت للمربع الاول اللي كنت فيه احكي فحوصات المنتجات النهائيه اللي عملها بتاخذ وقت وبتعمل كلفه، واخر شيء بنتج الماده الغذائيه وما بعرف انه الماده الغذائيه سليمه او لا، وممكن اعمل عمليات توزيع وبعد ما اعمل عمليات توزيع اعمل عمليات اعاده سحب. فالسي سي بي بتكون قراءتها سريعه مباشره حتى يتم اتخاذ القرار. فمهم جدا ان تكون نقطه السي سي بي قابل للقياس. ما بزبط ان اقول يجب انه يكون نقطه مثلا على سبيل المثال انه نقطه السي سي بي عندي انه يكون مقبول غير مقبول، جيد غير جيد، بدها تكون في عندي قياس مقروءه يعني لها قيمه. الاس او بي ستاندرد اوبريشنال بروسيجر، اوكي؟ في حدا سال عن الاس او بي عشان هيك يعني بحاول يعني اخذ هيك وهيك. في الستاندرد اوبريشنال بروسيجر هسه كل انا قاعد ببني ايش؟ نظام. النظام هذا ببني نظام حسب، بس تحتيه في اجراءات عمل معياريه. يعني لما بحكي انا عن موضوع التنظيف، مش حكينا في موضوع التنظيف في خطه تنظيف في الشخص اللي بده ينظف ريسبونسبيلتي وكيف بده ينظف ومتى بده ينظف وبايش حينظف، صح؟ مش حكينا في خطه تنظيف؟ هاي بدها تكون ايش؟ مكتوبه ومعلنه ومطبقه. بده يكون مكتوب انه عمليات التنظيف بدها تكون من كذا. هاي اجراءات عمل بدك تحكي انه كيف بدي اعمل عمليه التنظيف، لازم اكون كاتبها. طب متى بعمل عمليات تنظيف؟ تكون مكتوبه. ففي عندي اجراءات عمل بالنص لابد، يعني النظام كل نظام الجودي مبني بوجود اجراءات عمل معياريه. ودائما اجراء العمل المعياري شو هدف منه؟ هي توحيد الاجراءات اللي عملها بتتم داخل المنشاه الغذائيه. يعني انا ما بصير، يعني احد الورشات اللي عقدتها كان مع مدراء فروع مختلفه، فسالت سؤال قلت لهم شو الافعال التصحيحيه اللي بتعملوها عندما يصير عندك في مشكلة بالثلاجة؟ سؤال بسيط جدا. فاللي قال لي بتلف، واللي قال لي بحكي مع الإدارة، واللي قال لي بحطها بثلاجة ثانية. فكل مدير حوالي بجوز 12 فرع، كل مدير أعطاني جواب. هذا شو بعطيك مؤشر؟ إنه عندهم مش إجراءات عمل معيارية. إجراء العمل المعياري معناته أنا بحكي إنه سواء مطبق نظام حسب أو لا، على فكرة إجراء العمل المعياري على الجهتين، بس بيثبت تطبيق النظام الجودة وجود إجراءات عمل معيارية بتوحد الإجراءات. فباجي بقول شو إجراءك لما يكون في عندك طوالي، مفروض يردوا علي إنه خطوة 1، خطوة 2، خطوة 3، خطوة 4، خطوة 5. بقول لهم من راسكم مفروض يكون كل جواب نفس الجواب. لا، حيقولوا لي إنه هذا إجراء مكتوب ومعلن واحنا حاطينه وبتم تطبيقه بشكل او باخر. فبالتالي احنا مهم جدا موضوع اجراءات العمل المعياريه. بعرفش مهندس بدك تعطي مجال في ناس حابه تحكي ولا تخليها للنهايه؟ مهندس ليث. والله انا مع انه نعمل مداخلات حاليا. اوكي مهندس محمد. لا شو رايك؟ هيك سامعك مهندس. في مهندس محمد الهلال، تفضل مهندس. ثواني افعل المايك عند الزملاء اللي طيب. مهندس محمد الهلال فعلت عندك المايك، اذا في عندك اي مداخله تفضل. تفضل مهندس محمد. مهندس محمد المايك فعل عندك. طيب ناخذ مهندس ثاني، اي زميل عنده مداخله بتقدر ترفع ايدك ومباشره بفعل المايك. اوكي زملائنا، في حدا عنده اي حدا مداخلة؟ عنده اي سؤال على اساس نكمل؟ لو اسئله عاديه ما في مشكله، على اساس انه نقدر نكمل. انا كويس يعني هنا بلشنا ندخل يعني الامور، انا هيك مطمئن شوي يعني بلشنا. المهندس محمد هلال كأنه رجع فعل المايك، راح فعله عندك كمان مرة. المهندس محمد هلال
تفضل هيك المايك فعال عندك. تفضل المهندس محمد. تمام نستكمل ان شاء الله مهندس. في عندنا المدرج هذا رافع ايدها بعرفش اذا بدك. اوكي هي اكس. مهندس شذا. مهندس شذا. يعطيك العافية مهندس. الله يعافيك هلا مهندسة. مهندس بدي أسألك عن الـ 2 class والـ 3 class samples بموضوع الهسب. بدك تسألي عن أي جانب فيهم؟ بصراحة قرأت عنها وما فهمتها كثير بشغلة الـ 3 class إنه متى بستخدمها. عرفت إنه مثلاً الـ 3 class إنه فيه مينيمم وماكسيمم مثلاً للمايكرو أورجانزمز ممنوع إنه تطلع. بس في شغلة لما شرحها الكتاب إنه في حالات إنه لما يكون في ثلاث أنواع أو مرة نوعين مثلاً من البكتيريا فإنه كيف بترسف وكيف بتنجح هاي صراحة ما فهمتها. بتناولها إذا بدك شوي بتفاصيل لأنه ما عندي أي رسومات توضيحية. بكرة بتكون عندي جاهزة رسومات توضيحية. إحنا بنحكي هاند من حدود حرجة فلعنا الكيس واضحة. أكسبتنس أو ريجكتد. فأنت بتحكي عن حالات اللي بيكون فيها الرجوع للمواصفات القياسية أو مراجع علمية من قراءات تحليل لنتائج مخبرية. فإذا بدك إن شاء الله بكرة بتكون موجودة ضمن الورشة. خليني أزودك بشيء نقدر نحكي فيه لأنه أنا مش موجود حاليا. هي موجودة بكتاب Modern Food Microbiology بس أنا صراحة الكتاب لغته شوي ثقيلة فما فهمت. يعني لا ما في مشكلة بالعكس يعني بجوز تكون يعني في فائدة على موضوع إنه التعريف بهذا المجال. بس إحنا ضمن الحدود الحرجة في عنا acceptance و rejected ما عنا third choice يعني في عنا خيارين فقط إما القبول أو رفض. أوكي تمام شكرا مهندس. لا العفو إن شاء الله بكرة بنتناول الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله شكرا. فإحنا عندنا حدود لاحظوا إنه إحنا عندنا حدود والحدود عمالها في عندي تارجت في عندي الأبر ليميت واللور ليميت ما عندي يعني خيار ثالث. فبالتالي إما بكون أنا في التارجت أو بصل لأقل من أعلى الحد أو بنزل لأكثر من أدنى الحد. أوكي جزء هاي الرسم التوضيحي بجوز في جزء فهذا كمان شوي بفرجكم إياه. طبعا لازم تكون في مقاييس التحكم مهم جدا انه يكون في عندي مقاييس التحكم في موضوع. طب هسه شويه وبنرجع بنحكي مع الاخوان اللي رفعوا ايديهم بس شوي خليني ابلش بالحدود الحرجه. فمقاييس التحكم بتكون مرتبطه بمقاييس التحكم الخاصه بخطه الهسب. لاحظوا انه احنا عندي خطه هسب فبالتالي في عندي مقاييس تحكم والحدود الحرجه بتكون مرتبطه فيها. طبعا في عندي upper limit و lower limit وفي عندي target. طبعا اذا انا بدي مثلا في عندي اكثر من مثال مثلا في عندي درجات الحرارة درجة الطهي في عندي اللي هاي انا بحاول انا شوي ادخل على موضوع upper limit و lower limit وعندي اكثر من اسئلة وبحاول اجاوبهم من خلال المحاضرات اللي عمالي بعطيها. مهم جدا ان نركز على المحاضره من ناحيه انه الابر من ناحيه تحديد الحدود الحرجه من ناحيه التارجت لكل حاله. تلاحظ انه عندي انا مخطر كيميائي مخطر فيزيائي مخطر بيولوجي. لاحظوا انه احنا عندنا اكثر من نوع من انواع المخاطر. لما اقرر انه بخطوه ما عندي نقطه سي سي بي لابد من عمليات رصد. عمليات الرصد مبنيه على انه وجود عندي تارجت وحد اعلى وحد ادنى. ف مهم جدا انه يكون عندي القدره على تحديد هاي الحدود. كيف بدي احدد حد اعلى وحد ادنى؟ يعني كيف بقرر انه عندي حد اعلى وعندي حد ادنى؟ كيف بدي اعرف؟ بالرجوع الى مصادر علميه يعني في النهايه مش على مزاج. يعني انا مثلا على سبيل المثال درجه حراره الثلاجه بحكي عن 4 درجات مئوية وبحكي الابر ليميت عندي 7 أو 5 والاور ليميت 3 واللور ليميت 3. هذا الحكي منطقي مش منطقي بدك تحكي لي بمصدر علمي بالاف دي اي باوراق علميه بشيء مراجع اوروبيه. في النهايه لابد انك تعطيني مراجع علميه خاصه ب راح صوت واضح
واضح مهندس، صوت مسموع على انه في بيجيني اسئله فشانيك. فبدك تعطيني مرجع علمي خاص بموضوع الحدود، وهل الحدود هاي منطقيه او غير منطقيه بترجع للمراجع العلميه. فموضوع درجه حراره التبريد، انا عمالي بحكي الابر ليميت 5 ولا الابر ليميت 3، هذا الحكي بدي يكون في عندي مراجع علميه خاصه به تقرير انه فعلا انا عندي الحدود. طبعا ممكن اصل في درجه، وممكن اصل في لحظات معينه عندي حساسيه عاليه جدا في موضوع السي سي بي اني اصل لعشر درجه، اني اقول التارجت عندي 4.0 والابر ليميت 4.5 واللور ليميت 3.5. يعني ممكن اصل لدرجه انه منتج عندي كثير، لاحظوا انه احنا نفس المعيار نفس مقياس التحكم لكن المنتج مختلف، اختلفت الحدود. اوكي، هنا بيجي موضوع الفريق والعمل والبرين ستورمينج والبحث على موضوع المخاطر، تحليل المخاطر، ومن ثم اليات التحكم، ومن ثم لما انا بقرر، حتى لما وصلت لموضوع اني قررت انه السي سي بي بدي احدد حدود، بدي ارجع لطبيعه المنتج، وقراري بده يكون مبني على موضوع وطبيعه المنتج. طبعا هذا في بعض الاسئله انا بديش ادخل به، لاحظ انه عندي هدف وعندي تحمل. الهدف هو النقطه اللي انا بدي اصل فيها للمنتج ضمن حدود حرجه، ضمن الابر ليميت واللور ليميت، وهذه هي المقبول بالنسبه لي. لما انا بعمل بصير عندي انحراف عن مستوى الهدف، بيكون انحراف ضمن الحدود، ضمن الحدود المقبولة. لما يصير الانحراف أكثر من الحدود المقبولة بصير عندي انحراف خارج الحدود المقبولة، بصير في عندي ريجكشن للمنتج. لاحظ أنه في عندي تحمل، والتحمل هنا يعني بنحكي عنه هو مقياس ضبط أو تحكم إذا زاد عن حد المسموح. فهنا في عندي مستوى هدف وفي عندي تحمل، بس في النهاية أنا عندي المستوى الهدف موجود عندي لكل خطوة تصنيعية، لكل عملية تصنيعية، لمنتج ما، ما بصير أعمم. إذا أنا بحكي مثلا موضوع التبريد 4 درجات مئوية، مثلا عندنا في التعليمات بالأسماك درجتين، يعني نزلنا لتحت لأنه بجوز المادة أكثر حساسية لموضوع التبريد، فنزلنا موضوع التبريد لدرجتين مئويات. في موضوع مثلا الأغذية العادية بنطلع عمالنا 4 درجات مئوية. لما نيجي نحدد الحدود عمالنا بنرجع برضو للمنتج. فبالتالي موضوع تحديد الحدود والتارجت بتبع للخطوة التصنيعية ولطبيعة المنتج بحد ذاته. أحد أنه إحنا هلا زي هيك عمالنا بنمثل، في عندي مستوى مطلوب، مستوى هدف، وفي عندي حدود حرجة، ولاحظ أنه المنتج عماله بيطلع فوق الحدود الحرجة، عماله بيصير له خروج عن الحدود الحرجة. يعني بجوز هنا المثال واضح بموضوع على عمليات الرصد للحدود الحرجة وعمليات المراقبة لهذه الحدود. ولاحظوا أن المراقبة هي إجراء بيتم لغايات قياس وضبط الإجراء، لأنه في النهاية أنا قلت عن هذه النقطة هي نقطة مهمة بالنسبة لي، إذا ما عملت لها عملية ضبط وعملية سيطرة شو حيكون النتيجة؟ هتكون بالأغلب حدوث تسمم غذائي. فأطلقت عليها نقطة ضبط حرجة وحددت لها حدود قبول وحدود رفض وحطيت حدود التارجت تاعها. فبالتالي لما حطيت حدود قبول وحدود رفض، الحد الأعلى والحد الأدنى، وحطيت التارجت تاعي، بعد هيك بدي أتأكد، لأن بعد ما حطيت الرقمين بدي أعمل عملية مراقبة ورصد لهذه نقطة الضبط الحرجة حتى أتأكد شو الغاية من إني أعمل عملية المراقبة. أتأكد إنه العملية التصنيعية تتم ضمن التارجت اللي أنا حاطه أو ضمن الحدود الحرجة اللي أنا حاطها، ليست أعلى من الحد الأعلى وليست أدنى من الحد الأدنى. أوكي، هي ضمن الحد المقبول. طبعا مهم جدا حتى أعرف أنه حتى أتأكد من موضوع المراقبة إنها تتم بطريقة صحيحة، إنه يكون في عندي وثائق خاصة وممكن أستخدم هذه الوثائق لتسجيل القراءة. في كثير من الحالات بيجي بنحكي عن موضوع الدوكيومنتيشن،
وبجوز في موضوع الايزو لو ترجعوا على مواصفات الايزو بجوز تلاقوا دوكيومنتيشن وارد بجوز 30 مره. دوكيومنتيشن في اكثر من موقع، لعمليات التدريب دوكيومنتيشن، لعمليات التخلص من الفضلات دوكيومنتيشن، لعمليات التنظيف دوكيومنتيشن، لعمليات التعقيم دوكيومنتيشن، لعمليات المراقبه لاجتماعات فريق الجوده دوكيومنتيشن. فبالتالي موضوع الارشفه لكل النتائج مهم جدا. شو الهدف من الموضوع هذا؟ ليش انا بضلني ادخل داتا؟ مش الهدف اني احط ارقام واخبي بيانات زي ما بيصير بعض المنشآت، انه بيجي بيقول لك انا حاصل على نظام الحسب، بتلاقيه قبل اسبوع بلش يعبي هالورق، يعبي واخر شيء عمل فولدر وقال هي انا قراءاتي للسي سي بيز خلال سنه وعشان اعرضها قدام فريق التفتيش تدقيق. فريق التدقيق لما يكون بس صاحب بصيره وانه مش جاي عشان بس يعطي شهاده، مجرد ما طلع على ارقام بيعرف انه في منطقيه وفي انحراف وفي قراءات معينه لابد من وجودها، بتعطيه دلاله وخبره كافيه انه يقرر انه فعلا في عمليات مراقبه وقياس لنقاط الضبط الحرج عمالها بتتم بشكل مستمر او لا ما في عمليات مراقبه. فمهم جدا لما نجري عمليات المراقبه لنقاط الضبط الحرجه نتاكد تكون اول باول بالاوقات المطلوبه. الغايه من اني اعمل دوكيومنتيشن لهذه الارقام انه موضوع التحليل، يعني انا اخر شيء باجي بعد شوي بيجي عندي كوركشن اكشن وبعد شوي بيجي عندي الابديتنج للنظام، ففي عندي قرارات لابد من اتخاذها. موضوع المعلومات والبيانات وتحليل البيانات بيساعدني في عمليات تطوير النظام بما يحقق الغاية من أجل اللي تم عمل النظام لأجله. فبالتالي البيانات والدوكيومنتيشن للبيانات هو جزء مهم جدا من عمليات تحليل البيانات لغاية اتخاذ القرار السليم بشكل مطلوب وتطوير النظام. طبعا مهم جدا، احنا بجزء قلنا حكيت انا قبل هيك انه السي سي بي يجب ان تعطي قراءة سريعة، ما بزبط اني اعمل زراعة ميكروب استنى 4 ساعات و6 ساعات، ما بزبط اني اعمل فحوصات ممكن بعد 5 دقائق، ما بزبط، لازم انه مباشرة عندي القراءة يكون في عندي قراءات سريعة بتوفر لي هذه القراءات السريعة نتائج بشكل سريع، ولازم تكون هذه القراءات دقيقة وبحيث انه يتم اتخاذ في المضي بالعمليه الانتاجيه من عدمه، لانه مجرد ما كان في عندي نقطه سي سي بي وعندي نقاط ضبط حرجه عمالي بعمل على تحديد نقطه الضبط الحرجه وبعملها مراقبه، بتظهر عندي القراءه بشكل او باخر وبناء عليه بيتم اتخاذ القرار بالمضي بالعمليه الانتاجيه من عدمه. مجرد ما انا متى بمضي بالعمليه الانتاجيه؟ اذا كنت انا ضمن ايش؟ ضمن الحدود المقبوله. متى بوقف العملية الانتاجية؟ طبعا لما احكي من اوقف يعني بدي يكون في قرار مقابل، قرار المقابل اللي هو بنسميه corrective action الافعال التصريحية اللي حناخدها كمان شوي. فمجرد ما كان في عندي قراءات مباشرة هاي بتعطيني القدرة على الاتخاذ القرار في المضي في العملية الانتاجية او عدم المضي في العملية الانتاجية. ولابد ان تكون في عندي ادوات قابلة للمعايرة، يعني انا مهم جدا لما بلش اشتغل في قياس او ضبط نقاط الضبط الحرجه ان يكون الاجهزه هي قابله للمعايره، مش انه الجهاز يعني غير قابل للمعايره بحيث انه يصير في عندي انحراف كبير. يعني اذا كان مثلا عندي حدود القبول والرفض نص درجه مئويه والجهاز عندي صار فيه انحراف درجه مئويه كامله، معناته عندي مشكله صار بكل نظام ضبط نقاط الضبط الحرجه، عمليات الضبط صارت خاطئة لأنه الجهاز صار عندي غير معاير، الجهاز عمالي بعطيني انحراف في مقدار درجة مئوية وعندي كل الحدود بالضبط حوالي درجة، فبالتالي القراءات بتكون عندي خاطئة، فالقرار أو الإجراء اللي عمالي بتاخذه بيكون خاطئ. طبعا عدة أساليب لموضوع المراقبة، يعني أنا ممكن أعمل عمليات مراقبة، ممكن أخذ درجة الحرارة وأروح وقرأها، وهي بتكون اسم بسموها التحقق اليدوي، اني انا ممكن اروح واتاكد من درجه الحراره، احط الثيرموميتر واتاكد منه. اذا الثيرموميتر موجود بسموها المراقبه والتقييم الذاتي، اني انا بروح وبعمل عمليات مراقبه وبسجل. ممكن في شيء اللي عماله هسه بيتم بشكل او باخر
لو التحقق الاوتوماتيكي انه بيصير في ريكوردينج، بيكون داتا لوجر موجود على مثلا ثلاجه، موجود على جهاز معين، عماله بياخذ القرارات. حاليا صار الجديد غير التحقق الاوتوماتيكي، الداتا لوجر اللي عماله بتسجل اللي هو الاتصال بالانترنت، وبحيث انه بيصير في تواصل مع الانترنت، حتى اذا صار في خروج عن الحدود يتم اعلام الشخص المسؤول بوجود انحراف عن الحدود المقبوله، وبالتالي لابد من اجراء تصحيحي مباشره. بيجي على التلفون مسج انه ثلاجه رقم واحد من السكشن واحد صار فيها انحراف وبلغت درجه حرارتها 8 درجات مئويه. اهميه الموضوع هذا انه انا العامل الزمن، يعني لاحظوا انه لما بعطيني مؤشر بيقول لي انه صار في انحراف انحراف على الحدود المقبوله، اعطاني اياه بعد 5 دقائق، انه الزمن كان قصير في الانحراف، بالتالي لما اعمل اجراء تصحيحي هذا بسهل علي انه الاجراء التصحيحي تاعي يكون بالاتجاه عدم خساره الماده، هي توجيهها لعمليه تصنيعيه اخرى، لانه احد الاجراءات التصحيحيه اذا كانت ماده مثلا عاليه الخطوره انه بيكون اتلاف الماده. فموضوع تقليل الوقت، كل ما كان الوقت قليل وانا تم اعلامي بالانحراف عن نقطة ضبط حرجة، بكون الإجراء التصحيحي عماله بحافظ على المادة، عماله بحافظ لي على الكوست، وبقلل من إمكانية خسائر المالية للشخص. طبعا موضوع تكرار المراقبة، إذا أنا بحكي مثلا على سبيل المثال ممكن تكون مستمرة، لاحظوا أنه مثلا أجهزة البسترة موجود عليها ثيرموميترز عماله بقيس الحليب اللي عماله بيطلع من جهاز البسترة، وفي خيار موجود عند جهاز البصرة مجرد ما قاس درجة حرارة الحليب ووجد أن درجة حرارة الحليب ما وصلت للدرجة المطلوبة، شو بعمل؟ برجع الحليب على جهاز البصرة. فبالتالي هنا في قراءات مستمرة عمالة بتحصل للحليب. في عندي قراءات بفواصل زمنية محددة وثابتة، زي ما مثلا باخذ قياس درجات حرارة الثلاجة كل 3 ساعات، كل ساعة. طبعا مين شو اللي بيحدد اني باخذ قياس درجة حرارة الثلاجة كل 2 ساعات، كل 3، كل 4؟ اللي بحدد هي طبيعة العملية الإنتاجية، هي طبيعة المنتج، لأنه في النهاية أنا يعني المنتج هو اللي عماله بعطيني مؤشر. إذا أنا بحكي عن مادة عالية الخطورة، مادة لابد من يعني سي سي بي فيها مهم جدا موضوع درجة الحرارة، بكون عمليات الرقابة الفواصل الزمنية تاعتها أقل. كل ما قلت المدة الزمنية الخاصة بصلاحية المادة الغذائية، كل ما كان الفواصل الزمنية أقل، لأن أنا كل ما صار في عندي رغبة بالتحكم بالمادة الغذائية، بالتحكم بالمخاطر اللي موجودة كونها نقاط ضبط حرجة، لازم يكون بشكل أكبر. فبكثف القراءات حتى ما يصير في عندي أي انحراف خلال وقت قصير. لاحظوا أنه مثلاً في الـ FDA الأمريكية بجوز إحنا أكثر يعني أكثر شيء عمالنا نشتغل عليها، إنه إذا تم الانحراف ضمن درجات درجة حرارة الغرفة، بنحكي ضمن الدينجر زون لأكثر من 2 ساعات، بصير في خاصة في الأغذية عالية الخطورة بصير في إجراء تصحيحي للمادة وتم إتلاف المادة الغذائية. فبالتالي مثلا موضوع 2 ساعات بالنسبة لنا مثلا ما بنصب مثلا على سبيل المثال، فأنا بكون في عندي إجراء تصحيحي بشكل أو بآخر. عشان هيك احنا بنحكي دائما انه كل ما كانت تكرار المراقبه اقل باوقات اقل، كل ما كان الاجراء التصحيحي عندك اقل شده وافضل بالنسبه لك، لانه بيكون التوجه اكثر ليش؟ لفعل تصحيحي بالمنتج، ادخال المنتج كمدخل انتاج بشكل مباشر، تحويل المنتج لمنتج اخر، بصير في عندك افعال تصحيحيه مباشره. فعشان هيك في اما بكون في عندي تكراريه بشكل متكرر، بشكل يعني باوقات زمنيه ليست بعيده، او بكون عندي اللي هو موضوع الربط بشكل اوتوماتيكي والي، بعطيك قراءات بشكل مستمر، واذا صار في عندك اي خروج عن الحدود بيتم اعطائك منبه عن طريق الجهاز الكمبيوتر، عن طريق اجهزه التلفون اللي مرتبطه بالانترنت. هاي الخدمات عماله توفر وبتقلل كلف الإجراءات التصحيحية للمواد اللي بتكون في عملية تصنيعية وبتخرج عن الحدود المقبولة ضمن نقاط الضبط الحرجة والسي سي بيز. أوكي، طبعا لاحظوا أنه خطط المراقبة بدها تكون معروف الحدود، لأنه في النهاية أنا بدي أراقب، بدي يكون مسجل عندي أني أنا عمالي بقيس درجة الحرارة التارجت 4،
الأعمال الثيرموميتر بقيس من 3 لـ 5، إذا نزل عن 3 عماله بعطي ألارم لصاحب العلاقة، إذا طلع عن 5 بعطي ألارم، فبالتالي بكون محدد الحدود الحرجة بالنسبة لجهاز القياس، بكون محدد آلية تنفيذ المراقبة، متى بدي أنفذها، بأي وقت، مدى تكرار الوقت، وبكون معروف عندنا انه لابد من القياس اذا كان في عندي قياس يدوي، لانه اذا كان في قياس اوتوماتيكي سلفا بكون معروف انه هذا الجهاز مثبت على جهاز تبريد رقم 1 في المنطقه رقم 2 مثلا على سبيل المثال. فانا اذا كان قراءه يدويه فبكون معروف وين لازم اقرا وشو اللي لازم اقرا ومتى لازم اقرا ومتى وكيف لازم اقرا. ودائما في كل انظمه الجوده دائما نرجع ونقول انه تحديد المسؤوليه هي جزء مهم وأساسي في نظام وبناء مكونات الجودة. ما بزبط عندي إني أجي أحكي النظام الجودة اللي بدي أبنيه مش محدد المسؤولية مين الشخص اللي بدي يعمل. أكبر مشكلة لما تروح على أي مؤسسة وتقول مسؤولية إعداد نظام تدريب للعاملين مين، يصير يقول لك مدير الجودة، مدير الإنتاج، رئيس قسم التدريب، موظف التدريب، موظف فلان، الإدارة، الاي تي، الموارد، فكل واحد بيحكي لك إشي ولا حد عارف لأنه مش محدد المسؤولية. تحديد المسؤولية في نظام الجودة جزء مهم جدا حتى تتم العملية بطريقة صح. احنا قلنا كل أنظمة الجودة بيتم تطبيقها عن طريق وجود إجراءات عمل معيارية، رجعنا حكينا إيش الاس او بيز، إجراءات عمل معيارية. هاي إجراءات العمل المعيارية لغاية توحيد الإجراءات بشكل كامل، لغايات إعلانها للعاملين، لغايات تطبيقها، لغايات تفعيلها بالنسبة للعاملين، لغايات تحديد المسؤولية. وبالنهاية هذا الحكي كلياته بعطيني إيش إفشنسي، في عندي فعالية في النظام بطريقة أو بأخرى، هاي عمالة بتعطيني الهدف من كل النظام. لاحظوا إن إحنا نحكي في مكونات نظام سيمبل، عماله هذا النظام في مكوناته وتركيبه وإجراءات عمل معيارية. هاي إجراءات العمل المعياري بتوحد الإجراءات بين العاملين، بتم كتابتها دائما، بتكون مكتوبة معلنة، العاملين عمالهم بتدربوا عليها، العاملين عمالهم بطبقوها. وفي النهاية هذا الحكي كونه في تطبيق لهاي الإجراءات العمل المعيارية ضمن نظام جودة، عمال بيصير في فعالية في النظام، وهذا بيعني إن النظام عمال بيأدي الهدف اللي مطلوب منه. فالريسبونسبيلتي مهمة جدا. لاحظوا ان احنا بنحكي عن تدريب الطاقم على موضوع مراقبة نقاط التحكم الحرجي. كثير من الحالات لما نزور عملية، لما نعمل عمليات تدقيق لبعض المنشآت الغذائية، بنلاحظ انه مثلا الشخص اللي عماله بيقوم بعمليات المراقبة، لما نحكي مراقبة يعني عمليات القياس، اخذ القرارات، بيجي شخص مثلا بده ياخذ قياس مادة غذائية، بكون مع البروب بحطه هيك بالطرف، مفروض ياخذ الكور، ما باخذ الكور، مفروض ياخذ الجن، ما باخذ الجن. الجهاز لما بتسأله عن جهاز الثيرموميتر بتقول له هل تمت عمليات معايرة، بقول لك ما بعرفش. يعني هاي شغلات مفروض الأشخاص اللي عمالهم بيشتغلوا بموضوع الرقابة، الطاقم اللي بيشتغل على موضوع التحكم، مراقبة نقاط التحكم الحرجة، يكون يعني على دراية بموضوع المعايرة، موضوع القراءات، موضوع أخذ القراءات، موضوع كيفية التوثيق القراءات، يعني متى سوف يأخذ القراءة، كيف بدهم يأخذ القراءة، شو المادة الغذائية، طريقة أخذ القراءة، عمليات التعقيم والتنظيف لأجهزة أخذ القراءة. يعني كثير من الحالات بتلاقي إنه بيجي بأخذ بالبروب بحط جوات الجاج، بكون الجاج نية، بيروح على السلطة وبحط بالسلطة، بيقلب وينتقل من هنا. هاي واحدة من الشغلات اللي عندنا مثلا بتواجهنا، انه الاشخاص اللي عمالهم بيشتغلوا على موضوع المراقب النقاط التحكم الحرجة ما بيكونوا عمالهم بيشتغلوا، ما بيكونوا تدربوا بطريقة صحيحة بحيث انهم يؤدوا الهدف من عمليات الرقابة. هسا في حالات بيكون في عندي قراءات بشكل مباشر للآلات والمعدات، بس لابد من وجود عمليات تحقق verification. احنا قلنا بنركب بالميتال ديتكتور عشان نعمل عمليات تحكم بالمخطر الفيزيائي، بس بالمقابل بنعمل عمليات تحقق من فعالية جهاز الميتال ديتكتور عن طريق تمرير
بقصد مادي معدنية للتأكد أنه جهاز مثل الديتكتور عماله يشتغل بطريقه فعاله. فمعناه بالنهايه لابد من انه تحقق من فعاليه النظام، فبالتالي مش بس الاجهزه عماله ما تحقق منها، برضو كمان القراءات اذا كنت باخذها بطريقه يدويه او مانوال لازم يكون اشخاص مدربين على طريقه اخذ القراءات، طريقه تدوين القراءات، طريقه التعامل مع القراءات، المعرفه تكرار أوقات تكرار القراءات هي مهمة بالنسبة للعاملين في مجال أخذ القراءات. حسب موضوع القدرة على اتخاذ الأفعال التصحيحية، هذا بيرجع لمين؟ اللي هي إجراءات العمل المعيارية. أنا في النهاية عندي إجراءات عمل معيارية عمالها بتحدد إنه عندي تارجت وعندي اكسبتنس ليفل وعندي ريجكشن ليفل. إذا أنا تجاوزت الحدود بمقدار معين فلا بد من وجود إجراء تصحيحي. بيجي السؤال هان الريسبونسبيلتي وين؟ هل الريسبونسبيلتي على الشخص اللي عماله بأخذ القراءة؟ هل الريسبونسبيلتي على الشخص المدير الإنتاج؟ الريسبونسبيلتي لمدير الجودة؟ للمدير العام؟ مين اللي بدي يعمل الفعل التصحيحي بيكون واضح ومعلن وهو اللي مفروض يعمل هذا الإجراء. مش مهم الشخص، بس بهمني في النهاية إنه هذا الشخص اللي عماله بدي يتخذ الإجراء التصحيحي بيكون عارف إنه هاي يعني هذا الموضوع إله، هذا الموضوع من مسؤوليته. إذا كان الموضوع، إذا كان الشخص اللي بياخذ القرارات غير عن الشخص اللي مفروض ينفذ العملية التصحيحية، لابد من وجود رابط وكوميونيكيشن بين الشخص اللي بياخذ القرارات وبين الشخص اللي المفروض انه يتخذ الاجراء التصحيحي مباشره. من صار في عنده انحراف على الحدود بخبر الشخص اللي المفروض يتخذ الفعل التصحيحي عن وجود انحراف عن الحدود المقبوله ودخول في الحدود المرفوضه او غير مقبوله. يعني احنا هلا بدنا نبلش بالافعال التصحيحيه. انا بفضل انه خلينا ناخذنا شوي برد بنكمل بكره على الافعال التصحيحيه، مش مشكله. الأفعال التصحيحية لاحظوا إنه إحنا بنحكي عن في البداية بلشنا بموضوع إنه أنا عندي فريق حسب عماله. لاحظوا إن أنا برجع لكم هيك بحاول أرجع للتسلسل 12 خطوة. في عندي فريق حسب، هذا فريق الحسب اجتمع ووصف المنتج وحدد الغاية من استخدام المنتج، وبعد هيك هذا عمل فلو ديجرام للمنتج ونزل على أرض الواقع وتأكد من إنه وتحقق إنه الفلو ديجرام هو ما هو مطبق، يعني هو مطبق فعليا. بعدين رجع وعمل تحليل المخاطر، عمل توزيل لهذه المخاطر، عمل تقدير لهذه المخاطر، وعمل آليات ضبط لهذه المخاطر. أجا بعد هيك قدر نقاط الضبط الحرجي CCBs، حط حدود حرجة لهذه النقاط وعمل عمليات مراقبة لهذه النقاط. شو ضل هسه؟ أنا عملت عمليات مراقبة، حطيت حدود وهي CCBs. إذا تم الخروج عن هذه الحدود شو لازم أعمل؟ نسميها أفعال تصحيحية. هي الأفعال اللي لابد أني أشتغلها عند خروج النقاط عن الحدود المقبولة بالنسبة لنقاط الضبط الحرج. بعمل أفعال تصحيحية. أنا بحب شكل القراءة يعني التعريف، بحب أني أحكي اللي أنا بالنسبة لي هو يعني أنا مستوعب. الأفعال التصحيحية الفعل أو الإجراء اللي بتاخده عندما يصير انحراف عن الحدود المقبولة لنقطة الضبط الحرج. فبالتالي أنا مجرد ما خرجت عن الحدود المقبولة لابد من وجود أفعال تصحيحية. طبعا لاحظ أنه الأفعال التصحيحية في عندي لها ثلاث مستويات. في مستوى مباشر، يعني أنا مجرد ما صار الفعل التصحيحي عمالي بعمل عملية مباشرة بإجراء تصحيحي أو قصير الأمد أو طويل الأمد. بجوز بضرب مثال دائما في المحاضرات اللي بعطيها، خلينا نقول انحراف معياري بالنسبة لثلاجة مخزن فيها مواد غذائية، وخلنا نفترض إن المواد الغذائية هاي عالية خطورة. خلنا نفترض إن في عندي دواجن مخزنة داخل ثلاجة، ولنفترض إنه خرجت خارج الحدود ووصل درجة حرارة 13 درجة مئوية. كان التارجت تاعي 4، الحدود المقبولة ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية. تم قياس درجة الحرارة وتوجد أنها 13 درجة. الوقت الزمني بين القراءة والأخرى هي ساعتين أو 4 ساعات، بالتالي في عندي وقت زمني فلابد من وجود فعل تصحيحي. فعل التصحيح المباشر، لا ممكن تقول أنا بنظر الوقت الزمني، كم الوقت الزمني اللي صار في
انحراف. إذا كان الوقت الزمني أقل من ساعتين ممكن أنقل مباشرة المواد الغذائية المبردة من ثلاجة لأخرى، هذا فعل تصحيح مباشر. أو إني أتلف المادة الغذائية، هذا فعل تصحيح مباشر. الفعل التصحيحي قصير الأمد، إني ممكن أقول بناء على إنه تم الانحراف لمدة ساعة ونصف في الثلاجة للمادة الدواجن وارتفعت إلى 13 درجة مئوية أو 10 درجات مئوية لنفترض، إني بعمل عمليات إدخال للمنتج في العملية التصنيعية بشكل مباشر، ما بخليها لغاية ما يجيها الدور، بالعكس بوجهها لفعل لمنتج آخر، بوجهها لعمليات إنتاجية، بوجهها لغايات إنتاجية ممكن آخذها في عمليات إنتاجية مختلفة. الفعل التصحيحي طبعا بيجي فعل تصحيحي برضو قصير الأمد، ممكن على مستوى قصير الأمد اللي هو موضوع إصلاح الثلاجة، يعني مثلا موضوع الثلاجة عندك مشكلة في باب عماله مش عماله بسكر، وهذا أدى إنه ارتفعت درجة حرارة الثلاجة، فبالتالي لابد من إصلاح الثلاجة، إني أصلح الباب، الكمبرسر في مشكلة بدي أصلح الكمبرسر، فبالتالي هذا فعل برضو تصحيحي قصير الأمد. الفعل التصحيحي طويل الأمد اللي هو إني أنا بعمل دراسة للقراءات ولعمليات الصيانة ولكلف الصيانة للثلاجات، وبشوف كم كلفت هاي عمليات الصيانة، وبناء عليه بتخذ القرار باستبدال مثلا بخطه لاستبدال هذه الثلاجات لانه كلفها صارت عاليه، او خطه لتطوير هذه الثلاجات لانه لابد من تطويرها وزياده قدره استيعابها وزياده قدره التبريد بتاعتها. فبالتالي بيكون في عندي افعال تصحيحيه مباشره قصيره الامد او طويله الامد. اوكي، طبعا الفعل التصحيحي يجب انه يكون مبين، انه دائما بنحكي الفعل التصحيحي يجب ان يكون مكتوب ضمن اجراءات عمل معياريه، معلن مطبق، مكتوب ومعلن ومطبق، مكتوب ومعلن ومطبق، يعني ما بزبط. طبعا لما اقول الفعل التصحيحي يجب ان يكون مكتوب ومعلن ومطبق لازم يكون مباشره في فعل تصحيحي واضح ومحدد فيه دائما التايم والتمشى. اذا كان في عندي الفعل التصحيحي مثلا مرتبط بموضوع الحراره فبكون موجود عندي فعل تصحيحي مثلا على سبيل المثال مرتبط بالخروج عن الحدود المقبوله ضمن وقت، بربط تايم الوقت مع الحراره وبطلع في النهايه بفعل تصحيحي يتناسب بين الانتجريشن بين الحراره والوقت. فبقول إذا تم الخروج لمدة ساعتين بيكون فعل التصحيحي بالطريقة التالية، إذا تم الخروج لأكثر من ساعتين فعل التصحيحي بيكون بالطريقة الآتية، وهكذا. وبكون هذا معلن ومش بحاجة أنا إني أرجع، وبكون كونه الفعل التصحيحي معلن ومحدد المسؤولية، مسؤولية رئيس الشفت A، مدير الإنتاج A ومدير الإنتاج B، إنه يقوم بعملية إتلاف للمادة الغذائية، بإنه يقوم بعمليات إعادة تصنيع لهذه المادة، بيكون واضح، فبالتالي بيتخذ القرار بناء على إجراءات العمل المعياري، وبكون واضح إنه الفعل التصحيحي هل يتضمن إيقاف البيع، إيقاف الإنتاج. مهم جدا إنه يكون الفعل التصحيحي واضح من هاي الناحية، يعني ما بيصير يكون في تردد في موضوع إيقاف الإنتاج أو إيقاف البيع، لأنه احنا بنحكي عن نقطة سي سي بي، بنحكي عن خروج عن الحدود المقبولة، بنحكي عن نقطة مفروض انها بالغالب حتسبب لنا المخطر تاعها تسمم غذائي، فبالتالي ما في اي تساهل بموضوع الخروج عن الحدود المسموحة فيها، فبالتالي انا لابد من انه يكون واضح بالنسبة لي هل استمر بالعملية الانتاجية، هل اعيد تصنيع المنتج، هل اقوم بوقف الانتاج، لابد يكون واضح بالنسبة لي مين الشخص اللي لازم يشتغل، مين الشخص اللي لازم يعمل فعل تصحيحي، مهم جدا، شو لازم نعمل بالمنتج، مين يملك الصلاحية، وكيف بدي اتحقق من السبب. لابد انه يعني شوف احنا صار عندنا فعل، صار عندنا مشكلة بالخروج عن الحدود المسموحة، الان صارت ورجعنا للحرارة والوقت وتبين انه فعل التصحيح اتلف، اتلفناه، بس بعد هيك هل اني لازم ثاني يوم أرد أحط ورد يطلع عن الحدود ورد أتلف وتكرر الخسائر بالنسبة لي؟ لا، مش مقبول حكي يعني. لابد من أني أعمل عمليات تحقق من الأسباب اللي أدت إلى خروج القيم في نقطة الضبط الحرجي عن الحدود المقبولة، ولما أعمل عمليات تحقق بطلع بنتائج على أساسها بعمل فعل تصحيحي
لقصير الأمد لغايات إني ما أرجع للخروج عن الحدود. طبعا موضوع التوثيق موضوع مهم جدا. طبعا التعامل مع المنتج المتأثر أكثر من طريقة قلنا بجزء قبل شوي، إنه أنا ممكن أعيد تصنيع. قبل شوي قلنا ممكن زي مثلا في موضوع الحليب، قلنا في موضوع البسترة ممكن أعمل له إعادة بسترة، ممكن أعمل إعادة تصنيع إذا منتج عندي تم، هاي بنسميها إعادة تصنيع. ممكن موضوع البسترة ممكن أعمل أوجه المنتج إلى منتج أقل تحسس، أقل خطورة، حتى أكثر يعني أكثر ثباتية أكثر في المنتج. ممكن أعمل استخدام مباشر زي مثلا في المطاعم إذا ارتفعت درجة حارة شوي لمدة أقل من ساعتين، إنهم يدخلوها في عمليات مباشرة، يدخلوها في عمليات إنتاج مواد غذائية وأصناف مواد غذائية أو أطباق المواد الغذائية بيقدموها للزبائن، فبكون الفعل التصحيحي عندهم اللي هو موضوع الاستخدام المباشر للمنتج. ممكن أخذ عينات وبناء على نتائج العينات أتخذ قراري. بس لاحظوا إنه هذا موضوع أخذ العينات ونتائج أخذ العينات مرتبط بمدة صلاحية المنتج وبخطورة في المنتج. فأنا إذا بدي أخذ عينات وعندي مثلا دواجن ومدة صلاحيتها 5 أيام، والمنتج اللي عندي مثلا على سبيل المثال هو باليوم الثالث للصلاحية، إذا بدي أخذ عينة بتطلع النتائج، فبكون دخلت أنا بالريسك العالي جدا. ممكن استخدم المنتج لغرض اخر، في حاليا ممكن يستخدم المنتجات يوجهوها نحو الاعلاف. اذا المنتج عندي مثلا صار في اي خراب يروح يتم توجيه المنتج نحو الاعلاف. واخر شيء ممكن اعمل اللي هو الاتلاف، يعني موضوع الاتلاف موضوع من المواضيع اللي كثير بيتم الاجراء عليها اذا كان في خروج للحدود الحرجه ضمن مدة زمنية طويلة أو خروج أعلى من الحدود المقبولة، بكون موضوع الإتلاف هو الأسلم في موضوع الأفعال التصحيحية بالنسبة للمنتج. أنا بدي أفسح المجال جزء شوي للأسئلة إذا في حدا حاب يسأل، يعني أتوقع شوي خلينا نفسح المجال، في معنا مجال إنه نخلي الأخوان يشاركوا، فإذا في حدا حاب يسأل يا ريت. والله مهندس، احنا بالدورات السابقه كنا نشوف مستوى التفاعل والاسئله عالي، فمش عارف شو الموضوع، يعني المعلومه وصلت بالكامل يا اما ابصر فهمي علي لعب. يعني زملاء انا احنا هي فتحنا مجال النقاش والاسئله، يا ريت اللي عنده ملاحظه عنده مهندس هاني. يلا هاي اول متقدمين، المهندس هاني راح افعل عنده المايك، وزملائنا اللي عنده مداخلات برضو يا ريت الكل يرفع ايده عشان فعل عنده المايك ان شاء الله. المهندس هاني، طيب نروح على المهندسة ريهام محمد عربيات، تفضلي المايك فعال عندك. يعطيك العافية مهندس، صراحة محاضرة شيقة جدا، وأنا يعني حريصة أنه أتابعها يعني وأرجع كمان أعمل لها ملاحظاتي كل يوم صراحة، لأنها جدا فيها معلومات مهمة صراحة. وأنا بشتغل صراحة مهندس الجودة بإحدى شركات إنتاج زراعي. إحنا عنا خطة هسب، ولكن إحنا عنا خطة الهسب بسيطة، لأنه إحنا منتجاتنا مش ready to eat، يعني هي خضار، تدريج خضار، فهي ما فيها مثلا تصنيع أو فيها معالج بأي مادة، يعني ما بيدخل عليها أي إضافة. فهو السؤال أكثر شيء عندكم تعامل مع المخطر الكيميائي اللي متعلق في متبقيات المبيدات. أيوة. عمليات التصنيف للمنتج بيز أكثر شيء. بس أنتوا على فكرة للأمانة أنتوا بتكونوا السبلاير اللي هو المصدر الموثوق بالنسبة للمنتجات اللي تتعامل معكم كمنتج أولي كمدخلات إنتاج داخل صناعات أخرى، فأنتوا كثير مهمين بالنسبة لهم اللي هو عمليات المصدر الموثوق. فهو اللي بيطبق نظام مثلا هسب أو آيزو بهمه أن يأخذ المواد الأولية من مصانع مطبقة لأنظمة هسب أو آيزو. إحنا الشهادة الحاصلين عليها الدكتور اللي هي مهندس اللي هي البي آر سي ممتاز سيفتي. وعنا برضو مزارعنا هي جلوبال جاب، فبصراحة ما شاء الله يعني حضرتك برضو غطيت يعني كل النقاط. أنا كان عندي كتير استفسارات لأنه أول مرة بأخذ دورة تفصيلية بهذا الشكل، كنت عم بأخذ شيء زي مبادئ دخول أو كانت بأخذ الهسب من ضمن البي آر سي، يعني مش بالتفصيل اللي أنت حضرتك أعطيته. يعني ممتاز، لأنه أنت حتى لو أخذتي موضوع حتى بالنسبة لكم كتصنيف
للخضروات، كونه يعني في عندك عمليات قليلة، بس في النهاية أنت بتتعاملي مع مخاطر كثيرة. صحيح أنه بجوز المخاطر تتعلق بشكل أو بآخر بالمخاطر الكيميائية، لكن عندك موضوع الجودة ده أهمية كبيرة. فبالتالي أنت هنا قلنا التمايز، دام بعيد التمايز بجوز بعض الإخوان يزعلوا مني شوي وتقول لك تفضلك بين بالتمايز، الجودة والسلامة. يعني التمايز انك انت عمالك بتحققي اعلى معايير السلامه واعلى معايير الجوده، انت عندك موضوع بالضبط بالضبط، هو تحقيق هيك. اعلى معايير. يعني بتلاحظي انه الناس حتدور على الفريشنس عندكم، المنتج اللي اكثر يعني بعطي طازجيه اكثر، هي وبنفس طازج. الوقت محقق اعلى معايير السلامه، فكثير مهم بالنسبه لكم انكم تشتغلوا على الموضوع هذا. وكمان خطة الهسب اللي عندنا ما فيها ولا نقطة سي سي بي، لأنه يمكن إحنا نعتبر لو ريسك، يعني ما عندنا إحنا بخطة الهسب سي سي بي، ما في عندنا، يعني ما في من ضمن تقييمنا أو من ضمن الخطة اللي عملناها ما في عندنا نقاط سي سي بي هي صراحة. بدي أسأل سؤال دائما، وبنحدد المخاطر، بنعمل عمليات تحليل للمخاطر، وضمن عمليات تحليل المخاطر بده يكون انه هل يوجد اي نقاط ممكن اذا بالغالب اذا ما تم عمليات ضبطها انه يصير في عندك تسمم غذائي. في الغالب انه انت في بتتعاملي مع مادة اللي هي خضروات وفواكه ما فيها اي، مفروض انه ما يكون فيها الا اذا كان في حالات تسمم مثلا بمبيدات، حالات تسمم بقايا حيوانات، يعني في حالات خاصة، بس بالوضع العام انت ما في عندك اي مخاطر تتعلق. بس هذا بيعطيك اكثر مؤشر لعمليات التحكم بالمخاطر بالبري كويست بروجرام بي ار بي والاو بي ار بي. اوكي، يعني انت التركيز بالضبط. بصير عندك اكثر على هذا الموضوع. عشان عنا هيك اياهم بقول احنا لك انت صار عندك نقطة مهمة، انه طالما ما عندك هالمخطر العالي انك تركزي على رفع الجودة. بالضبط، هو هذا الله يفتح عليك مهندس، هو بالضبط هذا هو. واحنا كمان برضو مغلطين موضوع اللي هو المخطر الكيميائي، لانه احنا حاطين على شهاده الجلوبال جاب، فاوريد البيست ريزيديو عندنا مش موجود اصلا. انتو مزارعكم بتاخذوا منها. ايوه مزارعنا احنا ما في عندنا بأسيبه. سبلاير خارجي، احنا منه يعني من انتاجنا منه النا، ما في، مش من خارج، ما بنجيب رو ماتيريالز هنا من انتو سبلاير هنا خارجي. هنا لو عندي مصنع مثلا بتعامل مع الخضروات والفواكه كمواد أولية، فأنتوا بتكونوا بالنسبة لي يعني مصدر موثوق، فبتريحوني في موضوع المواد الأولية. تعرف إني أنت بتشيلي عني شغل كبير في موضوع التأكد من إنه المادة الأولية اللي عندي في مخاطر آلية التحكم فيها. يعني المصدر الموثوق أو المورد الموثوق هو كثير بيريح المصنع في عمليات ضبط المخاطر، في عمليات الاستلام للمواد الأولية. فأنت كثير بتريحيني إذا كان عندي مادة أولية مصدرها أنتم مثلا. لأنه هو كل إشي عندنا سيرتيفيكات، حاصل على سيرتيفيكات. أنا بدير بالك، أنا مش بحبش كثير السيرتيفيكات، بحب يعني التطبيق. يعني أنا بهمني إنه يكون في تطبيق، النظام يكون شغال، يعني قصدك. النظام فعال، النظام إن فعال، شاء في الله. آليات تحقق، في آليات تأكد، في عندك عمليات تحقق من فعالية النظام، عمليات تطوير للنظام. يعني في ديناميكية في موضوع النظام. النظام مش بنحط من جهة مشرفة وبنترك النظام وبيجي كل سنة بيظبطوا الأوراق وبيجي شخص بيفتش، مش هيك. يعني هو إذا هذا النظام النظام فعلا. هيك بنحطه بنقول بدناش الشهادة، لأنه آخر شيء بيظبط لي شوية ورقات وبقول لك هاي أخذنا الشهادة، مش هي هيك اخذنا الحال. الشهاده. مزبوط، هو صح، لازم يكون نظام فعال وشغال بالجهه بالشكل اللي هو اصلا الهدف المحطوط علشانه. هي الهدف إنه تحصل على منتجات تكون جودتها عالية وبنفس الوقت ذات أمان وتحقق أعلى معايير السلامة. هذا هدفنا في موضوع الجودة. عملنا نعمل عمليات ضبط المخاطر، ودائما بجوز تحليل المخاطر كل جماعة المخاطر، دكتورة تماضر وكل اللي موجودين داخل المؤسسة اللي بيشتغلوا في موضوع المخاطر، دائما أنا بقول لهم شوي بغبطهم، مش بحسدهم، بغبطهم على موضوع العمل في مجال تحليل المخاطر، لأنه من المواضيع الهامة اللي إحنا إذا أتقناها حتى بحياتنا بنقدر نشتغل بجودة أكثر. الجودة مرتبطة بشكل أو بآخر بتحديد تحليل المخاطر لغايات ضبط هاي المخاطر حتى في بيتك. شكرا مهندس، شكرا كثير لحضرتك، غلبتك معي. لا بالعكس، كل الاحترام لك مهندسة. نأخذ مداخلة زميلة دكتورة تماضر. دكتورة تماضر، الآن المايك فعال عندك، تفضلي.
يعطيكم العافية زملائنا، ويعطيك العافية مهندس سمير، يعني أبدعك نغبطك، مش بنحسدك بنغبطك. الله يسعدك يا ربي. بس في ملاحظة، بعرفش بتوقع بجوز أنت غطيتها أو بتغطيها، بس أرجع نأكد مع بعض عليها، إنه حضرتك خلال العرض في عنا بجوز فئتين مستهدفين من الموضوع. إذا كنت أنت إنسبكتر، وإذا كنت أنت أوديتر أو أسيسر بالموضوع، فالأشياء اللي بدك تسقطها هون غير الأشياء اللي بدك تسقطها هون. فياريت كنت بتمنى من الزملاء يعني خلال الحوار واللي حضرتك عم تطرحه، وخلال برضه يعني الهومورك الصغير اللي بده يصير على بعض ال، تعرفي دكتورة بجوز جزئيات المحاضرة بكرة في شيء اسمه عندنا التدقيق الأولي وتدقيق الطرف بالضبط. الأول طرف ثاني طرف ثالث بالضبط. شو مواصفات المدقق، حندخل في شوي بالتدقيق، حيكون جزئية منها حتحكي اللي بتحكي فيه دكتورة. يعني أنا كان همي إنه كزملاء إحنا كلنا مع بعض، إنه أنا وين المكان اللي بشتغل فيه هلأ، فبدي يكون في عندي تركيز على أشياء أكتر من أشياء تانية. فهم لما بدهم يعملوا الهومور بدي يشوفوا حالهم وين، هم إنسبكتر عشو بده يدقق، ولا هو اللي بده يعمل أوديتر، ولا إنسبكتر. هو اللي بده يعمل هذا. لا عليك ما بدنا إنسبكتر، بدنا مدققين. حاضر، أنا عارفة، بس أنا حسب المجال تبعنا كل واحد بدنا بدنا كل مهندسين الزراعيين مدققين بالضبط. إحنا ما أبدا بدنا إياهم كلهم بعين المدقق مش بعين المفتش. يس. يعني أنا دائماً بدخل زميلتنا الدكتورة تماضر، يعني نتعلم منها دكتورتنا لا وزميلتنا العزيزة ويعرفون النقابة، والله دائماً متعلم منك دكتورة. بقول لهم أنا دائماً تحليل المخاطر حتى بفيد البني آدم في حياته العادية في مجال العمل. إذا بنعمل كل شيء بشيء اسمه تحليل مخاطر، ضبط مخاطر، معرفة مخاطر، توزيع مخاطر، من ثم آليات تحكم بالمخاطر. حتى تربيتك لأولادك إذا بتقدر تعمل عمليات تحليل المخاطر توزيع وآليات ضبط، أنت عمالك بتنجح بنفس الطريقة. حتى يعني في مجال الشريعة كله يعني بجوز مبني مع بعض، معلش يعني أنا هيك يعني أتحيز لموضوع المخاطر. حتى هذا الموضوع مرتبط في موضوع إنه في عندنا مخاطر تتعلق في موضوع التربية، مخاطر تتعلق في التأثير على الأخلاق على الوضع العام، وفي آليات للضبط. يعني حتى بالشريعة اشتغلوا في الطريقة هاي. فموضوع تحليل المخاطر علم واسع دكتورة، بجوز نتعلم منك دكتورة. لا ابدا، بس انا هذا كان دوره متخصصه، انا بستنى دوره متخصصه مع الدكتوره تماضر في قريباً موضوع تحليل المخاطر وضبط المخاطر قريبا. بس احنا انا قصدي مهندس، عشان انا بعرف انك انت مأكد على هذا الحكي، عشان لما تعملهم يعملوا الهوم وورك يعني يفكروا في طريق في كذا طريقه، عشان احنا نقدر كلياتنا نكون في فعلا ارتقاء بالمهنه. لانه احنا بجوز في قادم الايام مهندس ليث بيعرف حضرنا شبه برنامج تدريبي، واكيد يعني انت معانا من المحاضرين مهندس سمير، راح يكون كل الخطوات اللي بدنا نشتغلها كيف بدنا نركز في زيارتنا التفتيشيه، على ايش بدنا نركز، وزميلنا اللي بيشتغل بنفس المصنع هو كمان او بالمنشأة الغذائيه هو كمان كيف بده ينشئ نظامه هذا، وشو بده يتفرج، يعني اللي بده يعمل تدقيق عليه على ايش بده يتفرج، عشان يكون هو يعني عم بتلافي الاشياء هاي بروتين شغله، فيكون سهل بالنسبه له هذا الموضوع. فيعطيك الف عافيه، وبشكرك وبشكر جميع الزملاء يعني على حضورهم، وعلى يعني احنا لاخر لحظه تقريبا الكل موجود، فيعطيكم الف عافيه، وإن شاء الله يعني إنها تكون يعني أكيد المادة جدا جدا ثرية مهندس، إن شاء الله تقيم أسلوبك رائع كالعادة يعني. إن شاء الله نأخذ يعني نستفيد، إحنا عمالي بستفيد منكم زي ما بتفيدوا يعني بتفيدكم إن شاء الله. الفائدة إن شاء الله تعمل المهندسين الزراعيين، إحنا دائما شوي متحيزين للمهندسين الزراعيين، فإن شاء الله إنه إحنا دائما مع بعض ونستفيد مع بعض كل اللي إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، الله يعطيكم عافية يا دكتورة. نأخذ مداخلة زميلنا المهندس هاني، المهندس هاني حمدان، الآن المايك فعال عندك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهندس سمير بشكرك جدا، وبشكر طبعا نقابة المهندسين الزراعيين على المبادرة اللي نشتف هذه اللي بيعملوها. حتى قبل أسبوعين كان في عندنا كمان محاضرة عن الآيزو 22000 الريفيو 2018، فجهود مباركة إن شاء الله. الواضح إنه طبعًا أنا هاي ثاني مرة بحضر محاضرة عن الحسب، لكن حضرتك بتعرف إنه حسب الكلاسيفيكيشن تبعت الهاي فيلد في 4 ليفلز للحسب، فيا هل ترى أنت بتحدثنا عن أي ليفل من هاي في هذا الحسب، أي ليفل منهم؟
احنا عمالنا بنحكي حاليا تقريبا، عمالنا بندمج بين الليفل الثاني والثالث ضمن الهاي اها فيلد، عمالنا هيك نعم بين الهاي الثاني والثالث، ما دخلناش بالليفل الرابع اللي هو فيه شوية تفاصيل أكثر، بده وقت أكثر يعني. صحيح، واضح جدا حتى انه الليفل 4 اعتقد هو required للفود سيفتي ليفل 4 كمان بمعيار تعرف مهندس احيانا مو عشان بدي اقاطعك بالحديث، احيانا اذا انت لبست لباس اكبر من يعني من حجمك بيكون يعني لا انت وصلت النتيجه ولا اللي حواليك وصل النتيجه، فعشان هيك حاولت اختار الليفل اللي يتناسب مع عد الساعات اللي موجوده مع طبيعه البرنامج التدريبي. المفروض انه البرنامج التدريبي كان في كثير منه من مهندسينا الجداد، فاحنا يعني بس تحملونا احيانا في اشياء بنعيدها، بس هذا اللي يعني بنقدر نوفره ضمن 10 ساعات. بالعكس مشكور جدا، لانه بعرف انه ليفل 3 للهسب يعني بدها محتاجه 24 ساعه 3 دايز، وليفل 4 كمان 5 ايام. لكن بالعكس بشكرك جدا، لكن يا ريت يكون في عندنا if you can يعني recommend اي انستيتيوت او اي جهات مختصه في الاردن، طبعا بحكم انا طبعا بحكيك من السعوديه بالمناسبه، لكن اذا في كمان عشان نستفيد الزملاء المهندسين خاصه المتخرجين جداد، انه اي جهه ممكن يصدروا او ممكن ناخذ من عندها سيرتيفيكيت بالحسب. احنا بناخذ عمالنا شهادات من النقابه، واتوقع انه عمالنا بتأدي الغرض، بس بجوز انا بعمل توصيه بضم صوتي لصوتك بانه شوي نعمل مثلا يعني دورات في الهسب، بحيث تكون هسب بدائيه، هسب متوسطه، هسب متقدمه، شوي نعمل يعني تخصصيه في موضوع الهسب حتى نفيد اكثر يعني كوادر اكثر، عرفت علي، او فئات اكثر. جوز أنا هيك رأيي معك، لأنه ضمن النقابة كويس إنه عمالنا بنقدر نوفر، تعرف في كثير مهندسين لساتهم حتى ما بيقدروا يدفعوا رسوم يعني مشاركة في دورات تدريبية ضمن برامج، فإذا بنحكي مثلا حسب متقدم بيكون عندي كل فعالية، فكويس إنه في عندنا نقابة عمالها بتسعى لهالموضوع هذا، عمالها بتقدم هالخدمة مجانية، فعلى الأقل إنه بس أنا يعني بجوز بحور الفكرة شوي إنه نعمل مستويات الهسب، دورات متخصصة الهسب، بحيث إنه نفكر بالتخصصية لكل فئة معينة. صحيح صحيح، يكون في ليفلز للهسب، وثاني شيء يصير في امتحانات، بتعرف بدون امتحان أو بدون ما إنه معك. نعم يكون في امتحان official exams على أساس السيرتيفيكيت تكون مثلاً approved من جهة معينة أو accredited من جهة معينة. عندي ملاحظة كمان مداخلة صغيرة، إنه ياريت بعد إذنك تدخل شوية المصطلحات الإنجليزي terms في الموضوعنا يعني، أو ممكن في الفيوتشر. بتعرف حاليا الإنجليزي هذا جزء لا يتجزأ من نطاق العمل، فحتى أنا يعني بدي أطبق موضوع الهسب عندي في المطعم، فكثير في مداخلات بالإنجليزي لازم أدخلها، بأنه أنا بقاعد بتعامل مع SOPs جاي من برا أكيد باللغة الإنجليزية، وبالإضافة كمان للعمال الموجودين عندنا المذر لانجوج بتكون مين اللي عندهم الإنجليزي، فمثلا الكروس كونتامينيشن، الفيزيكال كونتامينيشن، يعني الشغلات زي هيك يعني بتكون بتثري معلوماتنا أكثر، وبتثري كمان معلومات الزملاء، وإذا مرت عليهم في المستقبل في حياتهم العملية ما يستغربوا منها أو ما ينصدموا منها. وعدك في المستقبل يكون هاي الملاحظة موجودة فعلا، بحب أن يكون على الأقل بعض المصطلحات الأساسية اللي تتعلق فيه. أنا عندي جزئية يعني أنا عملت محاضرات الهسب كاملا باللغة الإنجليزية، في عندي جزئية باللغة الإنجليزية كامل محاضرات، بس كويس أن يكون مثلا لغة عربية بس المصطلحات الأساسية باللغة الإنجليزية، كويس يعني إن شاء الله أنه بعدك أنه التطوير في هذا المجال إن شاء الله. كل الشكر والشكر لك مرة ثانية، الله يعطيك العافية، شكرا لك، كل الشكر مهندس هاني. احنا يعني راح يعني ناخذ 10 دقائق، يعني خلال 10 دقائق بدنا نحاول ناخذ الأسئلة، يعني راح نكتفي بالأسئلة، يعني اي زميل راح يرفع ايده، احنا تقريبا ما راح ناخذ الأسئلة لانه في عندنا دورة بعد هيك مباشرة. راح انتقل مباشرة للزميل المهندس محمد عايش البيايضة، انا فعلت عندك المايك، تفضل. يعطيك العافية مهندس. الله يعافيك هلا سيدي. الله يعطيك العافية. أول شيء
بعدين لا حاب أسألك عن موضوع، هسه لو ارتفع درجة حرارة منتج عندي في البرادات، ومنتج يكون متبل درجة صلاحيته يومين تمام، هسه أنا ما بقدر أستنى على المنتج لما أفحصه وبدي أقلل الخسائر، بقدر إنه أوجه للطبخ مباشرة أو إنه للتجميد السريع وبعدين أستنى نتيجة دائما تحصل؟ مهندس محمد دائما بتحكي، احنا كلنا يعني بجوز اذا ركزت معي اني بنحكي اذا طلعنا درجه حراره على الحدود المسموحه كم المده الزمن، يعني اربط تمبرشر يعني والتايم. مثلا اذا بدي اقول انه لازم انا خرجت الماده اللي هي دجاج مبخر خرج عندي يعني الحدود المسموح بها لمده 4 ساعات، فمو الاجراء التصحيحي تاعي ايش؟ بدي يكون مستند لشيء علمي، ما في شيء يعني يعني كتابه واضحه. يعني مثلا اوضح لك الفكره اكثر، ممكن مطعم ايه انه يكون اجراء التصحيح تاعه مباشره ادخاله في عمليه تصنيعيه او عمليه انتاجيه، ممكن المطعم بي يعمل عمليه اتلاف، المطعم ايه اجراءه صح والمطعم بي اجراءه صح، اختلف بينهم شغله واحده انه ظروف التصنيع والماكينات والالات وضمن عمليات التصنيع الجيده عند ايه كانت افضل من بي، فقدر انه يوفر الامكانيه انه فعلا عمل، وبرضه كمان في عنده عمليات انتاجيه بحيث انه قدر انه ينتج خلال مده اقصر، فهان كان الفرق جزء يعني. تمام. فالمهم الوضع ما فيش وصفه سحريه مثبته اقول لك انه الاجراء الصحيح، انا الاجراء الصحيح ضمن الاف دي اكثر من ساعتين خارج حدود الحرجة بتلف مادة عالية خطورة، اتلاف ماشي؟ مباشر، يعني ما فيش مجال انه اقدر اتلاف مباشر. اجمد سريع او هسه انه إذا هيك اطبخ وبعدين إذا اخذ. بدي آخذ هذا الإجراء، إذا بدي آخذ هذا الإجراء، إلا ممكن يجي يقول لك واحد لا أنا إذا طلعت نص ساعة عن حدود بتلف بريح راسي، لأني أنا عندي سمعتي أهم من خسارة 100 و200 دينار. هسه في معايير مختلفة، فالموضوع مش وصفة ثابتة للكل، كل منتج له خصوصية، كل منشأة له خصوصية، كل عملية إنتاجية وإجراء تصحيحي له خصوصية. تمام، والله يعطيك العافية مهندس، الله يعافيك. كلام مهندس، أستاذ على سيك. الله يعطيك العافية مهندس محمد. نأخذ آخر مداخلة من زميلتنا المهندس إخلاص، هيني فعلت عندك المايك وراح ننهي إن شاء الله بمداخلة زميلتنا المهندس إخلاص. تفضل، هاي المايك فعل عندك. مرحبا أستاذي، كيف حالكم؟ على يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. بدي أرجع أنا لنفس سؤالي مبارح، بس أنا تأخرت بالمحاضرة، ما بعرف أنتوا حكيتوا عنها ولا لا، اللي هي البي آر بي أستاذي والسي سي بي، هل يعتبر السي سي بي والبي آر بي هنا نفس النقطة؟ لا، إحنا اليوم قعدنا نشرح عن البي آر بي والأو أنا بي آر بي، ما كان وصلني الرابط، والأوبريشنال بي آر بي، وشرحنا عن سي سي بي. أنا بس أنا عشان تكونوا بالصورة، مش بس برنامج التدريبي هذا، كل برامج التدريبية ببلش بالمحاضرة بإني براجع المادة اللي قبل، لأنه نجاح المادة التدريبية اللاحقة يرتبط بفهم المادة السابقة. فأنا بوعدك بكرة رد نرجع ندخل بالموضوع برضه بمراجعة للجزء الأول. خلاص، أشكرك، الله يسلمك. السؤال الثاني اللي هي نفس مجال المهندس ريهام، إنه إحنا قطاع زراعي فواكه تمور، فما عندنا سي سي بي اللي هي قلنا انه الماكسيمم ريزيديو ليفل اللي هي نعملها ببدايه المزارع، بس كثير من الاوديتر خصوصا الاجانب وين السي سي بي؟ دائما يسالني انه وين السي سي بي؟ انه بحكي له ما في، فمرات انه يصير يشكك، فبحكي له انه بدك فعليا تجاوبي، لا ما عندنا بدك سي سي بي. تجاوبي، بدك تجاوبي بحسب البلان تاعتك اللي مبينه فيها الدراسه لجميع المخاطر وتحليل لجميع المخاطر واجراءات العمل اللي اعمالك فيها بتضبط المخاطر. هذا هو اللي بيجاوب الاشخاص، يعني اللي بيحكي بمنطقيه هو الجواب تاعه بيكون بالهسب بلان، بيبين شغلك صح. اذا عندك الخطوات التصنيعيه صح والهسب بلان صح، بيكون عندك النظام مبني صح. اوكي، هاي بدي اتاكد منها لما يصير عندنا المثال اللي راح تعمل لنا اياه انت، فم ماشي. بس ما نعمل تركزوا على المثال، التصنيع، اعمل لانكم دائما المثال، تعملوا تصنيع، دائما تركزوا على الاشياء التصنيعيه. انا طب بعرف انها ماشي، هي اوكي. اكثر احنا دقه، انا بس عملنا المهندس مثال ليث، هالمره المهندس ليث بترجعنا انه ياخذ مثال مثلا اذا جهزتي، يعني انا حكيت اليوم عن الموضوع حتى تجهزوا حالكم من هلا بكره على اساس تودوا للمهندس ليث بحيث انه يعرض ياخذ يحدد بعض القطاعات ونبلش نتناقش مع بعض.
على فكرة لا أنا بعرف كل شيء ولا أنت تعرف كل شيء ولا أكيد. مهندس فينا بيعرف كل شيء، لأنه في النهاية أنا بدي أرجع لورق، أرجع بس الأسس اللي أنا بتبعها، طريقة تحليل المخاطر، معرفة المخاطر، نفس الطرق في النهاية أنا بدي أرجع أقدر أقرأ مصدري وين، كيف بدي أتعامل مع المخطر، هي الطريقة هي المهم حتى أقدر أصل للمخطر وتحديد المخطر وماهية المخطر وتأثير المخطر وآلية ضبط المخطر. فخلص انت بس جهز الواجب وان شاء الله المهندس ليث ما بيقصر. اشكرك انت المهندس ليث، شكرا لكم، شكرا لجميع الزملاء. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه مهندس سمير، ويعطيك العافيه جميعا. احنا يعني انهينا اللقاء الان، وان شاء الله موعدنا بكره راح يرجع بموعد الطبيعي على الساعه 4:30. الله يعطيك العافيه مهندس سمير، ويعطيكم العافيه زملائنا الكرام. راح ننهي اللقاء ان شاء الله الان، واي ملاحظات وردت خلال هذا اللقاء راح يتم تزويقكم فيها ان شاء الله على جروب الواتساب. وبالنسبه للماده التدريبيه ان شاء الله المهندس سمير راح يبعث لي اياها بعد ما ننهي مباشره، راح ابعث لكم اياها ان شاء الله. وزملائنا اي زميل مش موجود معنا على جروب الواتساب يا ريت يبعث لي، بحيث انه نضيفه معنا وتوصلوا كل المواد اول باول. الله يعطيك العافيه مهندس سمير، ويعطيك العافيه زملائنا الكرام. الاحترام للجميع، شكرا لكم، مع السلامه. الله يعطيك العافيه.